السلام عليكم وبركاته. كيف حالكم أجمعين؟ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى. تحب أتكلم بالعامية ولا أتكلم باللغة العربية الفصحى؟ العامية. طيب ماشي زي الفل. طيب خليني أبدأ معكم إن شاء الله بالموضوع بتاع النهاردة، وهو ليه علاقة بوسائل التواصل الاجتماعي وعلم الحاسب، وازاي ممكن علم الحاسب يخدم على علم العلوم الانسانيه عامه، وتحديدا في قضيه بعينها اللي هي قضيه التعرف الالي على اتجاهات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. تمام. قبل بس ما ابدا خليني اقول لكم بس نبذه سريعه عن نفسي. انا اسمي كريم درويش، اعمل بحث اول في شركه اسمها اكسبلين. الشغل بتاعي له علاقة بالمعالجة الآلية للغة عامة واللغة العربية تحديدا، وتقاطع علم النفس أو العلوم الإنسانية مع علم الحاسب، وحاجات تانية له علاقة مثلا بالتلقين الآلي اللي بيسموها ماشين ليرنينج، أو في النطاق الأوسع اللي هو بيسموه الذكاء الاصطناعي. بس هو مفيش ذكاء اصطناعي بحقيقي، هي إيه؟ statistics بس يعني مت متوسع يعني بعمق شويه. تمام. بعيدا عن الشغل بتاعي الاساسي، بحب التصوير، عشان كده انا عندي كاميرا يعني اغلى شويه من او اكبر شويه من الكاميرات اللي غالبا معاكم، وليا بعض الكتب موجوده هنا اللي حب يشوف يبص عليها او ياخد منها نسخه، وليا قناه على اليوتيوب ليها علاقه بعلم النفس الاجتماعي. فالايه اللي حب يدور على القناه موجوده باسمي، اسمي كريم درويش. تمام. خلينا ندخل بقى في الايه، في الموضوع بتاع النهارده، وتحديدا هتكلم على المحاور الاتيه، واللي هي ازاي ممكن نستخدم علم الكمبيوتر في فهم الظواهر الاجتماعيه اللي موجوده قدامنا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، ايه وسائل الاستشعار اللي احنا ممكن نستخدمها بحيث ان احنا ناخد زي سيجنال او نستشعر حاجه من الواقع بتاع الناس، بحيث ان احنا ندخلها جوه الكمبيوتر والكمبيوتر يحلل البيانات دي بحيث ان يطلع لنا معلومات مفيده. والحاجه الثالثه، ايه الادوات اللي احنا ممكن نستخدمها، وهندخل كمان في احد التطبيقات، يعني ناخد تطبيق بقى من اوله لاخره، ازاي مشينا واستخدمنا الوسائل دي بحيث ان احنا نوصل لنتيجه نهائيه. تمام. أنا عارف إن في الإعلان كان مكتوب إن المحاضرة هتكون ساعتين، بس ساعتين ده كتير قوي مش كده؟ لا مش كتير. هنشوف. بس أنا بالتالي مثلا إيه؟ هتكلم مثلا 50 دقيقة ساعة كده، وبعدين نفتح المجال للنقاش والأسئلة، ولو حد فيكم عنده سؤال في وسط ما أنا بتكلم يوقفني على طول. الموضوع إيه؟ سهل، واحب ان افضل ان الموضوع يكون فيه نوع من انواع التفاعل، بدل ما يكون خطاب من طرف واحد بس. تمام. هنبدا بنوع من انواع كده ايه التوطئه، او ان احنا نتكلم كده في موضوع ونشوف ايه بعض التطبيقات العامه اللي ممكن، يعني تطبيقات كده بسيطه كده زي نوع من انواع التشويق، عشان نشوف الموضوع بعد كده شكله ايه. لو شفتوا الصورتين دول، متهيألي انتوا عارفين الاشخاص دول صح؟ هيلاري كلينتون ودونالد ترامب. بصوا على التغريده دي. التغريده دي كتبت يوم 3 نوفمبر 2016 قبل الانتخابات بست ايام. التغريده دي بتقول لو وسائل التواصل الاجتماعي كلامها سليم يبقى ترامب هيكسب في الانتخابات الجايه. تمام؟ لاحظوا ان في الوقت ده كان فكره ان ترامب يكسب كانت مستبعده تماما، كل استطلاعات الراي بتقول ان هو ايه؟ هيخسر. في حين ان الدكتور وليد مجدي، احنا كنا شغالين مع بعض، كتب التغريده دي قبلها بدل الانتخاب بست ايام. يوم الانتخابات نشرنا البحث ده، بيقول على عكس استطلاعات الراي كان تويتر يتوقع فوز ترامب في الانتخابات. التغريده دي كانت بتاريخ 9 نوفمبر اللي هو ايه؟ يوم الانتخابات. طيب من الطريف بقى، من طرائف الامور، ان ويكيليكس، اكيد سمعت عن ويكيليكس. تمام. ويكيليكس راح تنشر التغريده دي بتتكلم عن بحث جديد، ترامب ضد هيلاري، ما الذي انتشر بسرعه في انتخابات أو قبل انتخابات 2016 الرئاسيه. وويكيليكس عملت ريتويت او عملت يعني
غردت عن البحث بتاعنا اللي انا كتبته مع الدكتور وليد لسبب وجيه جدا، ان البحث اتكلم كتير قوي على ويكي ليكس ودورها القوي جدا في فوز ترامب. تمام؟ طيب سؤال، هل اللي احنا عملناه عشان نتوقع ان ترامب ممكن يكسب بحقيقي ونقول ان وسائل التواصل الاجتماعي فعلا بتقول ان هو هيكسب شعوذه، ولا في علم من ورا الموضوع؟ في علم طبعا ورا الموضوع. خلينا اقول لكم ايه عملنا الموضوع ده ازاي. على فكره الموضوع لما تبصوا له مش معقد قوي. اللي احنا عملناه ان احنا على مدار 3 شهور قبل الانتخابات كنا بنبص على كل التغريدات اللي بيتذكر فيها يا اما هيلاري كلينتون او دونالد ترامب او اي حاجه ليها علاقه بالانتخابات، وكنا بناخد اكتر 50 تغريده انتشارا بمعناها اتعمل لها ريتويت تمام في كل يوم، ونقسم كل تغريده على انها فيها واحد حاجه من الاربع حاجات دول، او اما هي بتدعم دونالد ترامب او بتهاجم هيلاري كلينتون او بتهاجم دونالد ترامب او بتدعم هيلاري كلينتون. تمام؟ وممكن التغريده تكون بتعمل اكتر من حاجه من الاثنين دول، اكتر من حاجه من الحاجات الاربعه دول. تمام؟ انا عاوزكم بس تبصوا على الرسم البياني ده الاحمر، معلش الالوان مش باينه قوي على الحيطه هنا، بس الاحمر الداكن معناه انه كان مؤيد لدونالد ترامب، الاحمر الخفيف اللي فوقيه ان هو كان معارض لهيلاري كلينتون، الازرق الخفيف معناه انه كان ضد دونالد ترامب، والاخضر الازرق الغامق كان ان هو ايه مؤيد لهيلاري كلينتون. انا عاوزكم تشوفوا بس الرسم البياني ده على مدار 3 شهور الاحمر شكله ايه مقارنه بالازرق. الاحمر مكتسح مش يوم ولا يومين، ده مكتسح على طول. تمام؟ فبناء عليه قلنا ايه، لا هو المفروض يعني تويتر ما بيعبرش بنسبه 100% عن اتجاهات الناخبين، ولكن في حاجه ظاهره احنا شايفينها، والظاهره دي ايه متكرره يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم. المرات القليله جدا اللي هي كان فيها هيلاري كلينتون يعني الكفه بتاعتها رجحت فيها كانت مثلا ايه وقت ما عملوا المناظره، فهيلاري كلينتون كانت اكثر لباقه منه، لما طلع له الفضيحه بتاعته مش فاكر الفضيحه بتاعته فين، بس في الفضيحه بتاعته فساعتها ايه التأييد لهيلاري كلينتون زاد بس لمدة يومين، وكأن الفضيحة بتاعته دي ايه ولا حاجة راحت خلاص، فالتأييد كان مستمر والفترات طويلة. طيب فاحنا اللطيف بقى في الموضوع ان انت شايف الرسم البياني تمام، التأييد مستمر المادة لمدة ايه ايام طويلة، في اغلب الايام شكله كده. الحاجة التانية احنا نقدر نقولها بنشوفها نعملها ايه، بما ان احنا نعرف مين المستخدمين اللي كانوا بيأيدوا دونالد ترامب ومين المستخدمين اللي كانوا بيأيدوا هيلاري كلينتون، وممكن نجيب التغريدات بتاعتهم، وممكن نعرف المواضيع اللي هم كانوا بيتكلموا فيها. تمام؟ فرجعنا وبصينا على التغريدات بتاعتهم وعملنا لها نوع من انواع التصنيف، بحيث ان احنا نعرف رحمكم الله، بحيث ان احنا نشوف اكتر الحاجات اللي كانت الناس بتستخدمها في تأييد كلينتون او معارضه كلينتون او تأييد ترامب او معارضه ترامب. تمام؟ وده اللي مهم الحقيقه، ان احنا ايه الارقام احيانا ما بتحكيش كل القصه، اللي اهم من الارقام هو السؤال لماذا، ليه، علاش. تمام؟ اكتر حاجه كانت الناس بتهاجم بيها هيلاري كلينتون ايه، كوربشن، الفساد، واللاينج، ان هي كذابه. والحاجه اللي بعدها على طول كانت ويكيليكس، عشان كده ويكيليكس كانوا فخورين قوي بنفسهم انهم سقطوها. ماشي؟ الموضوع مهم لان هو ويكيليكس اللي كان لطيف ان هي طبعا جابوا كان عندهم وثائق كتير قوي، كانوا ماشيين بمنهج ان هم كل يوم بينزلوا فضيحه جديده لهيلاري كلينتون على مدار 3 شهور، وفضيحه ورا فضيحه ورا فضيحه، كل ده ايه بيأثر في نفسية الناخبين. أكتر حاجة كانت في تأييد دونالد ترامب، لاحظوا هنا 2 مليون تغريدة، يعني 2 مليون تغريدة أو عدد تغريد، واللي بعدها 300 ألف أو 350 ألف. أكتر حاجة كانت لزقت في أدمغة الناس كانت إيه؟ الشعار بتاع الحملة الانتخابية بتاع ترامب.
ميك أمريكا. شوف حتى الناس في بلد تانية فعارفين الشعار الانتخابي بتاعي ميك أمريكا جريت أجين. تمام؟ الطريف في الأمر إن أنا سألت ناس كتير أمريكان وعايشين في أمريكا، هل أنتوا فاكرين اللي اسمه إيه ده الشعار الانتخابي بتاعت حملة كلينتون؟ أغلبهم معرفوش. هو كان اسمه إيه ده؟ كان حاجة زي مثلا stronger together أو I stand with her أو حاجة بالمنظر ده، يعني حاجة كده إيه؟ مايعة. تمام؟ فمن كنت ما هي مايعة محدش افتكرها. تمام؟ فزي ما فزي ما قلت لكم الأهم من التنبؤ هو معرفة السبب. تمام؟ لأن احنا تو ما نعرف السبب نبتدي نتعامل مع الإيه؟ مع الأسباب دي بحيث إن احنا نغير من وجهات النظر بتاعت الناس. هتفضل. التصنيف ده بعد الأرقام اللي حصلت السلايد اللي فات ولا التصنيف ده قبل أصلاً؟ لا لا ده احنا بص احنا ايه انت عندك التغريدات اكتر 50 تغريده اعاده بتاع ده التغريد فيها كل 50 اكتر 50 تغريده اعاده تغريدها على مدار 3 شهور بتبص على التغريدات دي وتصنف التغريدات دي ماشي بطريقه مانيوال او مش بس مش لازم تكون بمانيوال بس ايه احنا ساعات لما عملناها بطريقه ايه يدويه احنا في احنا بعد لما هتكلم بعد كده هتكلم على طور آلية تماما بس الـ ما يمنعش ان احنا نذكر ان انا يعني اذكر هنا حاله ان احنا عملنا حاجه بايدينا عشان اوري ان احنا بجهد شخص واحد كان بيقعد كل يوم يبص على 50 تغريده يبص على 50 تغريده ده بياخد مثلا قد ايه مثلا نص ساعه في اليوم على مدار 3 شهور يعني كم المجهود البشري مجهود بتاع ده قليل تمام وبرغم ان هو جهد قليل الا ان احنا ايه قدرنا نستنبئ بيه حاجات كبيره جدا ماشي اتفضل اللي انت بس بصيت على اول 50 اكثر 50 منتشرين ايوه مش ده شويه بس يعني يمكن عدد 50 حاجات تغير شكل الكلام ده وارد جدا بس ده ما كان عاده ما بيحصلش هي عينه لان هي انت بص اقول لك ليه مش هيحصل كده انت تسمع حاجه اسمها زيف ديستريبيوشن فالزيف ديستريبيوشن بيقول لك ايه ان في عدد قليل هو اللي بي ايه بي يعني مثلا عدد الكلمات اكثر كلمات تكرارا في اللغه بتلاقي مثلا في خمس او مثلا 10 كلمات بيمثلوا مثلا 20% من اللغه هم 10 كلمات بس وبعدين ال10 كلمات اللي بعدهم بيمثلوا نسبه اقل بكتير قوي والنسبه دي بتقل مع كل 10 بعدهم النسبه دي بتقل بشكل ايه اكسبوننشال بتقل بسرعه جدا تمام فاكثر 50 تغريدا غالبا هتلاقي التغريدات اللي بعدها عددها اقل بكتير جدا فحتى لو رحت ال100 ما تقيش ان الجراف ده كان هيتغير اتفضل اللي قاعد صنع دور شخص واحد حد شاف وراه عشان انتر انوتيتور اجريمنت لا هو كان شخص واحد بس يعني معظم التغريدات كانت واضحه جدا مش محتاجه يعني ايه خيال كتير ماشي خلينا نبص على ايه قصه تانية وده بحث تاني كتبته برضو مع الدكتور وليد يعني احنا والدكتور وليد كنا قاعدين كده تحس فرفركنا كده يعني مش عايز اقول ركنا ضلمه كده في وسط الامور قاعدين بنفكر في حاجات فاحد الحاجات اللي كانت غريبه جدا بالنسبه لنا مع ظهور داعش كان ليه الناس بتدعم داعش ماشي ده كان السؤال اللي محيرنا جدا فاللي احنا عملناه ان احنا رحنا دورنا على 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 تويتر برضو على تغريدات كتير قوي ليها ان الناس بتذكر فيها كلمه سواء داعش او تنظيم الدوله الاسلاميه او الدوله الاسلاميه في الـ في الـ في العراق والشام او اي حاجه من الحاجات دي تمام وبعدين اخذنا عينه من التغريدات وقدرنا من خلالها ان احنا نبني مصنف يعني وسمناها ان قلنا دي ده شخص ده مؤيد لداعش او ده شخص ده معارض لداعش ومن خلالها نقدر ايه نبني مصنف آلي بتديله التغريده او الشخص يقول لك التغريده دي مؤيده لداعش او معارضه لداعش تمام ده على فكره الكلام ده اللي هو التصنيف الآلي للنصوص ده حاجه ستاندرد جدا يعني كل الناس بتعرف يعني التقنيه دي موجوده وموجوده بقى لها فتره طويله والدقه بتاعتها الى حد ما جيده تمام بس انا عارف انت هتسال سؤال بس قبل ما تسال السؤال انا عاوز ادخل بس الحته اللي بعدها البحث اتكتب
اتكتب عليه مقالة في جريدة الميرور في بريطانيا. المقالة بتقول زي ما البحث بيقول ان احنا نقدر نتنبأ بمين هيدعم داعش مستقبلا بنسبة 87%. طيب خلينا نعيد الكلام تاني. داعش قبل 2014 كان اي حد سمع عنها؟ هي ظهرت في 2014 وبعدين بقى ايه التسويق الاعلامي القوي ليها ظهر في اخر 2014 او في 2015، بس في 2013 ما كانش حد سمع عنها خالص. فاللي احنا عملناه ان احنا عارفين الشخص ده مستقبلا دعم داعش او كان معارض لداعش، فروحنا اخذنا التغريدات بتاعت الشخص من 2013 وما قبل ذلك، تمام؟ وقلنا له يا مصنف آلي بص على التغريدات القديمه دي اللي بتذكر ما بتجيبش سيره داعش اصلا، تمام؟ وشوف اذا كان في اي سمات او مميزات او حاجه في النصوص بتاعت التغريدات دي اللي تنم ان الشخص ده مستقبلا هيدعم داعش او هيعارضها. يعني هل في ارتباط بين كلمات الناس بتقولها دلوقتي وبين حاجه قرار هتاخده بعد كده ولا لا؟ المصنف الآلي الدقة بتاعته كانت 87%، تمام؟ هل ده شعوذة؟ برضو مش شعوذة، بل بالعكس، فهم ليه المصنف الآلي قدر ان هو يتنبأ بوجهات النظر بتاعت الناس المستقبلية خطير جدا في فهم الواقع بتاعنا، تمام؟ فنشرنا كذا بحث على الموضوع ده. اول واحد كان ثورات فاشلة، استخدام تويتر للتعرف على بوادر تأييد داعش، تمام؟ من العنوان ده المفروض ان هو ايه ينم ان في علاقة ما بين الربيع العربي وداعش، وهفصل في الموضوع ده شوية. البحث الثاني كان اغرب منه، وعنوان البحث كان تغريدة من التغريدات اللي كانت طالعة من مصر. الشخص بيقول ايه، انا بحب داعش بس عاوز اتفرج على فيلم كريس نولان الجديد اللي هو كان فيلم انترستيلر اللي طلع يمكن مش فاكر كان 2014 2015، تمام؟ ففي نوع من انواع التضاد، يعني هو لو داعش مسكته وهو بيتفرج على الفيلم هتاخده ورا مصنع الكراسي على راي المصريين، هياخدوه يضربوه ورا، تمام؟ ف ايه القصه في الموضوع؟ لو رجعتوا للبحث اللي احنا كتبناه اللي هو البحث ده تحديدا، البحث ده في اخره في تفصيل كبير جدا للناس وصلت ليه من مرحله الربيع العربي لمرحله تأييد داعش. وعشان افصل لكم شويه في الامر، معلش انا هخرج بره الموضوع شويه، بس الموضوع ده ايه برضو الربط ما بين علم الحاسب والعلوم الانسانيه. العلوم الانسانيه في حد ذاتها بتشوف بتحاول تحلل الامور، يعني عندهم نظريات ونظريات مهمه، وعلم الحاسب بيقدم ادوات بحيث ان هو يساعد في الوصول للتحليل بسرعه. عامه لما بيكون اسمه ايه ده الناس امامها عندها مشكله في حياتها، ف زي مثلا ايه المشكله اللي ادت للربيع العربي، تمام؟ ففي حاجه اسمها نظريه التأطير، بتقول الناس بتتحرك من خلال ثلاث طرق، ثلاث أطر. الإطار الأولاني هو إيه المشكلة بتاعتي؟ ففي حالة الربيع العربي كانت إيه المشكلة بتاعت الناس؟ حد يقدر يقول لي كانت إيه المشكلة بتاعت الناس عشان أدت للربيع العربي؟ الظلم. واحد بيقول الظلم، واحد بيقول الفساد، وضعف حقوق المدنية، والأوضاع الاجتماعية. واحنا بص انا على فكره ايه مهم جدا ايه، يعني في اربع او خمس حاجات اتقالوا، وكون ان في اربع خمس حاجات اتقالوا احد الاسباب الرئيسيه ان الربيع العربي فشل، تمام؟ احنا عندنا لو احنا بصينا على مجتمع زي المجتمع المصري، احنا كان عندنا طبقه متوسطه متعلمه كان عندها مشكلة في ان ايه ضعف الافق السياسي وضعف الافق الاقتصادي. وعلى فكرة اغلب الناس اللي شاركوا في الربيع العربي بعيدا عن البلطجية طبعا كانوا
من الطبقة الوسطى، من الطبقة المتوسطة في مصر، تمام؟ أنا معلش بقول كلمة بلطجية لأن أنا على قناعة كاملة إن في بلطجية استخدموا في إن هم يحركوا الشارع أو إن هم يمارسوا بعض أعمال العنف في إطار الربيع العربي، تمام؟ بس الموضوع ده إيه مدار نقاش طويل فمش عاوز أخوض فيه، بس ممكن نتكلم فيه بعد المحاضرة، تمام؟ فأنت عندك دلوقتي طبقة متوسطة عندها مشكلة في 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 انسداد الأفق السياسي والاقتصادي. عندك القطاع بتاع الإسلاميين اللي هو بيعاني الأمرين من الظلم السياسي المستمر، تمام؟ الاثنين دول اختلفوا في أول إطار، وعلى فكرة في فئات تانية في المجتمع برضو وكان لها بعض المشاكل اللي هي كانت تواجهها اللي أدت بيهم إيه؟ إنهم يشاركوا في الربيع العربي، تمام؟ الإطار الثاني بعد ما خلاص كل واحد فيهم حدد المشكلة بتاعته قال لك إيه، طب إيه العقبة اللي تقف أمامي علشان أحل المشكلة بتاعتي؟ بالظبط كده، النظام السياسي. هل في أي حد اختلف في وقت الربيع العربي إن المشكلة أو العقبة اللي قدامهم هي النظام السياسي؟ كلهم يعني إيه اتفقوا على كده، فبقوا مختلفين في الإطار الأولاني، متفقين في الإطار الثاني، والإطار الثالث اللي هو إيه؟ إيه خطة العمل اللي إحنا أو إيه الأسلوب اللي إحنا هنتبعه علشان نتخلص من العقبة اللي تعيق حل المشكلة بتاعتنا؟ فكلهم اتفقوا إيه؟ على الإطار الثالث اللي هو إن إحنا مثلا في بلد زي مصر وتونس الناس هتنزل في مظاهرات عارمة لغاية لما إيه؟ النظام يمشي. خلاص؟ متفقين لغايه دلوقتي ولا برضه ولا في كويس؟ لما الربيع العربي لما حصل يعني الناس ظنت ان هو مثلا ان النظام السياسي في مصر سقط او في تونس او في بلاد تانية، الناس ظنت ايه؟ انتهت المشكله. بس بدات ساعتها المشكله الاولانيه هي الا وهي ايه؟ الاطار الاول، ان بقى كل طرف بيغني في وادي مختلف ومش عارفين يتكلموا مع بعض، وبما ان هم مش عارفين يتكلموا نفس اللغه جت الثورات المضاده وعملت ايه؟ وقعد ده في ده والدنيا ايه بقت خلطبيصه. كان في احد الحلقات اسمه ايه ده اللي كنت عاملها على اليوتيوب كنت بتكلم على المشكله دي تحديدا. فاحد الحاجات اللي هي موضوع تفريق المجتمع ده طلع بعد مثلا في مصر قال لك بص الحق ده الاسلاميين عاوزين يلبسوا الست الوالده بتاع ده النقاب، صح؟ والاسلاميين يطلعوا يقولوا الحق ده العلمانيين عاوزين يلبسوا بيكيني. يا جدعان لا العلمانيين قالوا كده ولا الاسلاميين قالوا كده، صح؟ فهي نوع من انواع الكاريكاتوريه في الايه في يعني في توصيف الناس خلت الناس تضرب في بعض لان هم ما حلوش الاطار الاولاني بتاعهم، ماشي؟ طيب نرجع بقى تاني لداعش. ليه الناس دعمت داعش؟ ها؟ شافوا الطريقه اللي جربوها طريقه ما نفعتش، حابوا يشوفوا طريقه ثانيه حدش فينا لهم نفس الوقت الحق اللي هم عايزينه. فده الاطار الثالث، فحضرتك؟ اعتقد انه هو الاقطاب داعش كان في نوع من التحدي للقوه العظمى، كان في نوع من النديه ويفتقدوا العالم العربي، فيعني اعطتهم شعور بالنخوه او هيك يعني نحن قادرين نستعيد. نعم نعم، فهو رجوعا تاني الإجابتين صحيحتين تماما. الإطار الأولاني ما زال كل واحد فيهم إيه بيبص في العالم بتاعه. الإطار الثاني كلهم متفقين إن كان زمان بقى النظام السياسي دلوقتي إيه اللي اسمه إيه ده الثورة المضادة المنبثقة على النظام السياسي السابق. فكل الناس إيه متفقين على الثاني ده. جت داعش قالت لهم بصوا مش انتوا جربتوا السلميه وما نفعتش، احنا ايه هنروح نذبحهم. فعرضوا اطار ثالث بعض الناس ايه استحسنته، ماشي؟ طيب هيك ساكت. المشهور في الاعلام ان داعش التأييد بتاعها تأييد عقدي. الكلام ده غير سليم، بل بالعكس اللي احنا لقيناه في البيانات عندنا ان كل ما الشخص يزداد تدينا كل ما احتماليه ان هو يأيد داعش تقل ما تزيدش، تمام؟
فتأييد داعش كان تأييد سياسي بامتياز وليس تأييدا عقديا، ماشي؟ وده يفسر التغريدة دي، ان انا بحب داعش بس عاوز اتفرج على فيلم كريس نولان الجديد. تمام، انا معلش انا بتشعب شويه في الكلام، بس ايه السياق بتاع الكلام مهم، ان احنا نشوف عندنا علم النفس او العلوم الاجتماعيه بتجاوب على اسئله، والبيانات والكمبيوتر بيجاوب على اسئله ايه تانيه، ولما نحطهم الاثنين مع بعض بنشوف صوره ايه اكبر. خلينا ناخد قصة ثالثة. دي كانت مقالة اتنشرت في الواشنطن بوست بتقول ايه؟ lots of people are، يعني كثير من الناس كتبوا تغريدات معادية للمسلمين، اغلبهم امريكيون. تمام؟ ده كان بحث كتبناه بعد اسمه ايه ده؟ بعد هجمات باريس مباشرة. اظن في 2015 كانت 2015 داعش عملت عمليه في كبيره قوي في باريس، وراح ضحيتها اظن 100 او 120 واحد تقريبا. بعد العمليه، بعد العمل الارهابي ده على طول راح رايح الايه الناس اللي هم الناس على السوشيال ميديا، بعضهم قالوا ده المسلمين والاسلام هو سبب في كده. فحتى شفنا بعض يعني التغريدات من اول kill all Muslims، يعني اقتلوا جميع المسلمين، لغايه ايه امنعوا الكباب في المانيا. تمام، يعني من كده لكده يعني. وبعض الناس قالت لك ده المسلمين هم مش حاجه بالموضوع، فما ينفعش ان احنا ايه نخلط الحابل بالنابل. فبما ان احنا شفنا بقى عمليه، احنا دلوقتي في عندنا عمليه ايه، ناس يقفوا على طرفي نقيض في الاراء بتاعتهم. تمام، فهل نقدر نعرف زي ما احنا عرفنا في موضوع داعش، هل نقدر نعرف اذا كان الشخص مستقبلا سيعبر بكلمات معادية للإسلام والمسلمين، او كلمات فيها تأييد للإسلام والمسلمين قبل ما يفتح بقه؟ فالإجابة برضو ماشي، بمجرد ان احنا نشوف التغريدات التاريخية للناس، بحيث ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي هم قالوها سابقا، او ايه الحاجات وسائل الاعلام اللي كانوا بيتفرجوا عليها سابقا، ايه الوسوم اللي هم كانوا بيستخدموها، وحاجات تانية كتير جدا ممكن ان احنا من خلالها نعرف اذا كان الشخص ده سينتهي به المطاف ان هو يقف موقف المدافع او موقف المهاجم. اتفضل. نعم. طب انا ايه، انا كواحد انا كل التويتات بتاعتي لها علاقه مثلا بالكوره او بالكليبات او ايا يكن، استنتاج ان التويتات بتاعتي ديت ممكن تخلينا اي داعش بعد كده. جزء كبير جدا من داعش، جزء كبير جدا منهم ما كانوش اسلاميين قبلها، بالعكس كان ناس ما كانتش علاقه خالص بالتدين، بالعكس كل الناس كانت بتشرب سجاير وكل حاجه. لا 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 لا، مش بس كانوا بيشربوا سجاير، انت لو بصيت على الناس اللي عملوا العمليه بتاعتهم في باريس، واحد فيهم كان عنده ملهى ليلي وقفلوا قبلها باسبوعين ثلاثه، يعني ما يعني يعني مش بس مش متدين، يعني بعيد خالص. انا عارف جزء يعني جزء اكبر من اصبع عشره قرون. بناء على ايه هنا النقطه دي؟ انا كشخص مثلا كل التويتات اللي علاقه بالكوره او ايا يكن هيكون دليل ليا ان انا ما هتبقى ايه داعش. طيب كويس جدا، ده سؤال جيد. لاحظ ان ايه؟ ان هي مش مجرد اي تغريدات. لاحظ ان انت بترجع للتغريدات لكذا الف تغريده سابقه للشخص، بتشوف ايه المواضيع اللي هو اتكلم فيها. يعني مثلا في يعني لقينا مثلا في ارتباط قوي جدا ما بين التأييد المستقبلي لداعش وما بين دعم الربيع العربي، صح؟ فالشخص لازم كان يتكلم عن الربيع العربي عشان يبقى عندنا الايه السيجنال دي، ماشي؟ والسيجنال الثانيه هي ايه؟ حاجات ليها علاقه بتدين الشخص، صح؟ فده ممكن بقى يتعبر عنه بحاجات كتير قوي، مثلا نوعيه وسائل الاعلام اللي هو بيسمعها، نوعيه الكلمات اللي هو بيستخدمها، وهكذا. تمام، فهي لما الكمبيوتر بياخد قرار ما بياخدش قرار على حاجه واحده، هو بياخد قرار كده ايه جلوبال
على حاجات كتير قوي مع بعض. ماشي؟ لان هو الفرق بينه وبين البني ادم، البني ادم ممكن تقرا مثلا ايه 100 تغريده لشخص، 200 تغريده لشخص، ان الكمبيوتر ممكن يقرا 3000 تغريده لشخص ويقراها في قد ايه؟ في 10 ثانيه. ماشي؟ يعني انت اللي هو الكمبيوتر يقدر يعمله اكتر بكتير قوي منك كبني ادم. اتفضل. عليها صح خطأ. صح ده ناحيه تقنيه مهمه. ممكن ابص لها يعني حسب من عايز، يعني مثلا لو هتبص الطريقه دي كانت موجوده مثلا عند الاجهزه الامنيه مثلا في العمران، هو عارف الاسلام الاسلامي مصنف الاسلام الطبيعي بيسيبه واخواني الاسلام مثلا جهادي شويه، هو بيعمل كده بطريقه يعني يهدويه. تمام، كانوا عارفين الكلام ده يعني بشكل ظلم بالكمبيوتر. الناحيه التقنيه شايف ان هو مهمه، مثلا في حاجه زي حاجه عملتها من شويه، موضوع اللي هو التنبا المستقبل، في دول بتعمل عليها قرارات، الصين مثلا بتعمل حاجات على هتضر الشخص، هتحاسبه على حاجه مستقبليه من الناحيه الاخلاقيه، برمجه حاجه زي كده او ماشي حاجه زي كده. شيء خطير جدا. مهمه جدا، وكمان ما اقدرش اقول ان هي 100%، ان انا اقول لشخص هيبقى كده. صحيح. صحيح. صعب جدا. ما حاجه خليك تبقى اديك المجال بس لحظه، انت لو بصيت على الدقه بتاعت الكلام اللي احنا بنعمله ده بيبقى بينه 98%. يعني احنا عندنا سيجنال قويه، بس ان انت تقدر تقطع تقول ده بالتاكيد ده ما اقدرش اعمل كده. مثلا لو وضع حد صنصلع قرارات مثلا، ده ممكن يكون هادي او داعشي، فانا عندي 98% فال 10% مش هاخد المفاتره دي، انا هضطر ان اسوي اكشن قصاده. يعني زي مثلا الراجل اللي عمل فيلم موسيقي واسلم، يعني في المخرج بتاع فيلم موسيقى الرسول عليه السلام وبعدين اسلم بعد كده. فطبعا كل قاعده ليها شواذ. طبعا طبعا ما اعتقدش ان في قبل شهر بالنسبه. اتفضلي. السؤال يطرح نفسه، انه داعش كان عنده جيش الكتروني. صحيح. ترامب كان هناك جيش الكتروني. ده صحيح. يساعده ويتحكم بالراي العام. ده صحيح. واسمه ايه ده، وهيلاري كلينتون نفس الشيء. تمام. الان انا وقت ادخل الذكاء الصناعي بمثل هذه التحليلات، كيف ساحلل او كيف ساستبعد التويتات المسيره والمعده بشكل مسبقا، بحيث انا ما تاخذ لي النتائج بشكل متطرف واركز على الاشخاص الحقيقيين وعلى المعرفات الحقيقيه. حتى لو ما اخذنا الجيوش الالكترونيه، حتى عناصر داعش كان كل واحد منهم عنده اكثر من 20 حساب ويغلق. صحيح. بشكل صحيح. صحيح. فانا عندي اما حسابات شخصيه لشخصيات حقيقيه، حسابات متكرره لنفس الشخص، او حسابات وهميه. صحيح. كيف يتم حل هذا طيب. يتأثر على نتيجه الصحيحة. ده سؤال اكثر من رائع، وده احد يعني في كذا مجموعه بحثيه شغالين تحديدا في المشكله دي، في ان هو ازاي نعرف اذا كان الحساب ده حقيقي ولا حساب وهمي، هل ده حساب في بني ادم قاعد وراه ولا كمبيوتر قاعد وراه. وفي حاجات تانية اللي حضرتك ذكرتيها، اللي هي ان انت الشخص عنده اكثر من حساب، ده بيسموها سوك بابتس. يعني هو تخيل ان واحد يعني اسمها سوك اللي هي شراب، فلو تخيل واحد دخل ايده في شراب لونه احمر مره، وبعدين راح خالع الشراب اللي لونه احمر، وراح بس شراب لونه ازرق، وهكذا. فكل المشاكل دي من الحاجات اللي الناس يعني على اطلاع عليها، والمجموعه البحثيه شغاله عليها فعلا. عاده اغلب الحسابات اللي هي الوهميه دي بيبقى فيه نوع من انواع السمات العامه بيقدروا يلقطوا منها الايه الحسابات اللي بالمنظر ده. وشركات زي شركه تويتر شغاله باستمرار في ان هي تحسب الحسابات، تحذف الحسابات، خاصه الحسابات المتكرره وما شابه. ماشي. طيب. ايكو ساكت. في مكان وفي لو تدوها كرسي كمان من الناحيه الثانيه كمان. طيب رجوعا تاني بقى الموضوع ايه؟ المعاداة المسلمين في الغرب. وزي ما قلت لكم، وتحديدا كنا عملنا البحث ده في الولايات المتحدة، في اننا هل نقدر نستنبئ اذا كان الشخص مستقبلا هيكون معادي للمسلمين ام مؤيد ليهم؟ فرحنا وبصينا على اكتر الوسوم الناس كانت بتستخدمها اللي ملهاش علاقة خالص بالاسلام ولا المسلمين، واكثر وسائل الاعلام اللي بيسمعوها اللي ملهاش اي علاقه بالاسلام ولا المسلمين. تمام؟
بحيث ان احنا نقدر نشوف العلاقات ما بين الحاجات، بيسموها كوريليشن. كوريليشن بالعربي اللي هي علاقه ارتباط، ان حاجه لما تحصل الثانيه دي برضو بتحصل معاها. تمام؟ فالجماعه دول ناس كانوا ضد المسلمين. احنا ممكن نبص على ايه الحاجات الوسوم اللي كانوا بيستخدموها. مثلا ايه؟ Why I'm not voting for Hillary؟ لماذا لن أصوت لهيلاري؟ ففي موقف سياسي للأحزاب، ده حاجة. الحاجة التانية إن هم الناس دولة لهم أراء سياسية محددة في بعض القضايا، زي مثلا قضية الإجهاض. في بعض الرياضات اللي بيحبوا يسمعوا يتفرجوا عليها، زي مثلا البيسبول. تمام؟ ولقينا كمان إن مثلا إيه؟ ناسكار اللي هو سباق السيارات، نوع معين من سباق السيارات، الناس اللي بتحبوا يتفرجوا عليه اغلبهم لهم اراء سلبيه ضد المسلمين. تمام؟ والناس اللي بيحبوا يسمعوا كونتري ميوزك برضه لهم اراء عاده بتكون سلبيه تجاه المسلمين. ولو بصينا على الناحيه الثانيه هنلاقي نفس الايه القصه. في مواقف سياسيه مثلا I'm with her، انا معها، يعني بما يعني بيتكلم على هيلاري كلينتون. في بعض القضايا زي مثلا برضه قضيه الاجهاض بس من وجهة نظر مختلفة. بعض الحاجات اللي هي اللي اسمه ايه ده الاراء، الحاجات التانية اللي ملهاش علاقة خالص بالسياسة، زي مثلا ايه الموسيقى. فنلاقي ان الناس اللي بيحبوا يسمعوا الكترونيك دانس ميوزك، لو تسمعوا عن النوع ده من انواع الموسيقى، اغلبهم اراهم ايجابية تجاه المسلمين. محبي جاستن بيبر اكثر من 90% منهم لهم اراء بتاع ايجابية تجاه المسلمين. هل في اي علاقه بين الاسلام وجاستن بيبر؟ ما تقليش. ماشي. ولكن دي علاقات بيسموها علاقات ارتباطيه وليست علاقات سببيه، يعني هي كورليشنال مش ما فيهاش كوزيشن. تفضل. يعني كلام حضرتك كده انا فاهم ان احنا بنتعامل مع الحاسوب بمعنى ان هو الكمي وليس بالكيفيه. يعني مثلا لو عندنا قضيه معينه يبقى كل اللي احنا اتكلمنا عليه سواء كله كميات ليس مضمون متحدد، يعني ليس قضيه معينه مقدره وهذا اركب على بسيط. ففي امكانيه ان الكلام ده يطبق على حاجه ليست كميه، يعني حاجه بسيطه. ده في اشكاليه. يعني انت عارف في حاجه في عند الناس بتوع الاحصاء بيسموها statistical significance، يعني انت محتاج عدد عينات كافي علشان النسبه، عشان الظاهره اللي انت تبقى شايفها دي تكون مستوثق منها. تمام؟ ده بيبقى سهل في ان انت حاجه لو مثلا الناس غردت على موضوع مثلا 100,000 مره وبصيت على الاتجاه بتاع الناس من خلال 100,000 تغريده، فثقتك في الاتجاهات اكون اكتر بكتير قوي من لو كان ايه 100 بس. تمام؟ ميزه وسائل التواصل الاجتماعي ان انا ممكن بدل ما ابص على مستخدم واحد او اثنين، انا ممكن ابص على ايه 500,000 مستخدم، وكل مستخدم ممكن اروح رايح وباصص على اخر 3,000 تغريده ليه. تمام؟ فالارقام بعد شويه هتلاقي نفسك ايه 500,000 في 3,000 هيبقى كام؟ عندنا 6 اصفار وبعدين 35 في 3 هيطلعوا 105 مليون تغريده. فالارقام هتبقى ايه ضخمه جدا. البني ادم صعب عليه ان هو يستوعب ان هو او يبقى عنده قدره ان هو يبص على العدد الهائل ده من التغريدات. واضح؟ طيب. فشاهد في الامر كل دي على فكره اللي كانت ايه، معلش دي كانت مش عاوز اقول كانت مقدمه، ولكن عايزين ندخل بقى في التقنيه اللي احنا كنا بنستخدمها علشان نوصل ان احنا نعمل التحليل بالمنظر ده. وفي القلب من كل الابحاث دي كان تقنيه اسمها ستانس ديتكشن، أو القدرة على تحديد اتجاهات المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي. بمعنى أن شخص مؤيد أو معارض، مثلا في بلد زي هنا مثلا مؤيد لوجود الأجانب أو معارض لوجود الأجانب، مؤيد للحزب الحاكم أو معارض للحزب الحاكم، مؤيد لاسمه إيه ده لاسمه إيه ده لتدخل الجيش في السياسة أو معارض لتدخل الجيش في السياسة، وده لا لايك. يعني بقى ناخد كل قضية وإيه ونبص على الناس على طرفي نقيض. تمام؟ فتحديد الموقف اللي هو ايه، ان احنا عندنا قضيه او موقف او شيء او شخص عاوزين نحدد اذا كان الشخص مؤيد او معارض ليه. تمام؟
والتقنية نفسها ان احنا عاوزين نعمل الموضوع ده بصورة آلية تماما بدون من ايه بيبقى فيه تدخل آدمي. لان احنا لو وصلنا لمرحلة ان احنا نقدر نعمل الموضوع ده بصورة آلية يبقى احنا ممكن نعمل الموضوع ده بقى مش على ايه، مش على تغريدة واحدة ولا على شخص واحد، احنا ممكن نعمله على ملايين التغريدات من مئات الالاف او حتى ملايين المستخدمين. تمام؟ فيطلع بقى الإجابة على السؤال اللي تفضلت بيه، ان احنا ممكن حتى تكون قضية صغيرة بس بسبب ان احنا عندنا كم هائل من التغريدات فاحنا شفنا أمثلة كافية ان احنا نقدر نقول ناخد قرار بالنسبة ليها. ماشي؟ تسمعوا عن تقنية تانية اسمها sentiment analysis؟ كم واحد فيكم سمع عن الكلمة دي؟ واحد شخص سمع عنها؟ اللي هو التعرف على مشاعر الأشخاص. أنا معيش اللي فيكم ما سمعش عنها. افتكروا إن السنس ديتكشن اللي هو التعرف على اتجاه المستخدمين ملهاش علاقة بالسنس ديتكشن. تمام؟ أنا حديثا لما شركة جوجل تمام. في تقنية قريب موجودة الآن حاليا في السعودية، يعني واحد بيفكر بشيء معين وبعدين الجهاز تقريبا بيرسم شيء وبعدين بيتم بيع هذا الإحساس بالشكل هذا. لا، التقنية دي مرتبطة تحديدا بالمشاعر، ان احنا نشوف الكلام الشخص بيقوله وبناء عليه نقول الشخص ده سعيد ولا حزين. تمام؟ طيب، فالشاهد في الامر ان التعرف على مواقف المستخدمين لا شغل بالتعرف على المشاعر بتاعته. تمام؟ وهدي لكم بعض الامثله ان ممكن يكون واحد ليه موقف ايجابي اتجاه شخص بس الكلمات اللي بيستخدمها كلمات سلبيه، زي مثلا ايه؟ انا حزين لخسارته، فهو حزين فالموقف فالمشاعر بتاعته سلبيه ولكن الموقف بتاعه ايجابي. او ممكن يكون موقف سلبي ومشاعر ايجابيه، زي مثلا ايه؟ انا فرحان لموته. فالمشاعر تعبر عن الحالة النفسية بتاعت الشخص والموقف ايه؟ اتجاه الشخص التاني. ماشي. في حاجة تانية مهمة جدا وجديرة بالذكر، مواقف الناس اتجاه القضايا خاصة القضايا الكبرى بيتغير بشويش ولا بسرعة؟ بسرعة. طب بص كويس جدا، بدل ما في اختلاف، اللي شايف ان هو بسرعة يرفع ايده، واحد اثنين ثلاثة أربعة أربعة. واللي شايف إنه بيتحول بيتغير ببطء، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. إحنا ديمقراطيين طبعا، فالناس لا. وقع الأمر إن آراء الناس بتتغير ببطء شديد. تمام؟ من الحاجات اللي أنا ما ذكرتهاش بس إحنا كنا عملنا بحث برضو بعد اسمه إيه ده الانقلاب في مصر بثلاث شهور، وبصينا على آراء المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي من يوم 26 يونيو، يعني قبل الانقلاب بحوالي مثلا أسبوع، لغاية يوم 1/9، عشان نشوف إذا كان آراء المستخدمين هتروح تكون مثلا مؤيدة للانقلاب وبعدين تبقى معارضة ليه، أو معارضة ليه وتبقى مؤيدة ليه. لقينا إن النت تشينج، يعني إجمالي التغيير، كان حوالي 1.5%، رغم ان ايه ثلاث شهور دول كانوا حافلين بالكوارث. تمام؟ بس اراء المستخدمين بتتغير ببطء ايه شديد. ماشي. طيب، المواقف بتاعت المستخدمين لا تتقاطع مع المشاعر ولا اللغه العدوانيه لو استخدموا اللغه العدوانيه. فدي مثلا بعض القضايا، مثلا قضيه التغير المناخي والعداوه العدوانيه بتاعت الشرطه الامريكيه، بصينا مثلا على هنا بيبصوا على السنتمنت اللي هي المشاعر بتاعت الناس، فالناس على طرفي نقيض المشاعر بتاعتهم تقريبا شبه بعض، لما طرف بيبتدي يشتم الطرف الثاني بيرد عليه، فالاثنين بيبانوا ان هو ايه بيستخدموا لغات عدائيه ضد بعض. تمام؟ فبيبقى في نوع من انواع ممكن يكون في نوع من انواع الاتساق ما بين الطرفين رغم ان ارائهم ايه عكس بعض تماما. طيب، ايه رايكم ممكن نتعرف على مواقف المستخدمين دي؟ ايه الحاجات، يعني انا قعدت اتكلم كتير قوي قوي قوي، ايه رايكم ايه الحاجات، ايه السمات او ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبص عليها اللي احنا ممكن من خلالها نعرف اذا كان الشخص ليه موقف مؤيد او معارض؟ افتكروا ايه الحاجات اللي احنا ممكن نبص عليها؟ كرهه،
طيب ازاي فايه الحاجات اللي بص مع هو كمبيوتر لو انت قلت له جانب معين وتغريده هو يعني ايه الحاجات اللي هو هيروح ويقيسها؟ ما احنا لازم نروح نقيس حاجه. فتكرار كلمات ها وايه تاني؟ طريق صور معينه. صور معينه الحاجات اللي بيتابعها والحاجات الوسائل الاعلام اللي بيتابعها الريتويت اللي هي بيعت تغريد منها الهاشتاجز اللي بيستخدمها الاعجابات اللي هو بيعملها وقت النشر ممكن وقت النشر تمام كويس. فوقع الامر ان في حاجات كتير قوي 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 بتصب في الايه في ان احنا نعرف وجهه النظر بتاعت الشخص. خدي بعض الامثله تمام. ده جو بايدن تمام. رايكم لو حد شاف صوره بالمنظر ده الشخص اللي نشر الصوره مؤيد ولا جو بايدن ولا معارض ليه؟ معارض. ليه؟ مش متأكد هو بس عشان على فكره عشان الصوره مش واضحه عشان الشاشه اللي مش كويسه بس كل الناس واقفه وراه وهو متقدم الصفوف طيب فوقع الامر ايه؟ انا بس كنت بتكلم على الصوره بس لوحدها فالراجل اللي فوق راح رايح وقال ايه؟ الرئيس القادم جو بايدن. الشخص ده ايه؟ مؤيد. فالشخص الثاني راح رد عليه وقال له ايه؟ تعني جو النائم؟ ماشي؟ فالشخص اللي تحت ايه؟ معارض. فسو اللي فوق مؤيد واللي تحت ايه؟ معارض. لا ما هو بيشاور على الصورة. هو بيأشر على الصورة. نعم لما توصل التويت ممكن تكون كده بس برضه انا حاسس ان فيها ممكن يكون فيها كأنه بيتهكم على الرئيس القادم ممكن وده احد المشاكل يعني كويس ان انت قلت ذكرت الموضوع ده يعني احنا ايه احنا يعني في بعض الاحيان بنقدر نقطع بالايه بالمواقف بس في بعض الاحيان بيبقى صعب وهديكم امثله للحاجات اللي فيها صعب وصعوبه كمان هو رد على دونالد ترامب فوق رد على الريبلاي لهذه الأيوة. فهذا بدل انه انا ضد ترامب مع بايدن مظبوط تفضلي هذا الرد ذكرني لما صار الرد ما بين الوليد بن طلال و لما رد عليه انه اذا تقدر انك اذا بعدباتهم طويل انا ما بقدر اخذها صار رد عليه نعم من السوشيال ميديا من بعد هذا كبر خلى انه ماسك يعمل زي اللي هو استطلع على الرأي وبعدين على ضوءها هو أخذ التويتر نعم فناس كتير يقولون الرد هذا تبع منهم استفزوا نعم تمام فشاهد في الأمر إيه أول حاجة إن العبارات اللي الناس بتستخدمها ممكن تعبر عن إيه عن مواقفهم وممكن التعبير ده ممكن يكون بيجي بصورة تهكم البني ادم شاطر في ان هو ممكن يقرا ايه تغريده مثلا تعني جو نائم لاحظ ان هو ما ذكرش جو بايدن خالص بس البني ادم هو بيقرا التغريده هيعرف معنى الكلام على طول وياخد قرار بناء عليه الكمبيوتر صعب عليه جدا ايه انه ياخد القرار ده الحاجه الثانيه برضو ايه موضوع الصور ماشي تاني بعضكم شاف او سمع عن المسلسل ده تمام الوسوم اللي الناس بتستخدمها ساعات لما حصل انقلاب في مصر بعض الناس قالت ثورة وبعض الناس قالت ايه انقلاب وفي سوريا قال لك ثورة بعضهم قال ثورة والبعض قال ايه ارهاب ماشي فالوسوم اللي الناس بتستخدمها اللي هي الهاشتاجز بتعبر عن الموقف بتاعت الناس البروفايلز بتاعت الناس لازم مجرد بس ابص على البروفايل حتى الصورة دي بس عرفت على طول الشخص ده ايه موقفه ايه والصورة اللي هنا برضو لو كان طلع مثلا بينزل مثلا بينقط دم ولا حاجة كان واضح ان هو ضد بس هو هي طالع هنا مبتسم تمام؟ وتحيا مصر ماشي؟ اوه كتير قوي بس هو اللجان المصرية للأسف او مش للأسف يعني اللجان المصرية عامة فاشلة يعني بعض البلاد التانية اللجان بتاعتها يعني عاملين شغل جامد جدا انما اللجان المصريه يعني تعبانه جدا احيانا الصوره هذه يعني تكون مظلله هنا يعني ايهما يعني تكون احيانا مظلله يعني ممكن يكون مش حساب وهمي بالمعنى الصحيح لكن يكون اخفاء
نعم. هل الشاشه بتاع الشاشه ما زالت عليها اطار احمر على الكاميرا؟ أيوة. طيب ممتاز. يعني تشتغل طيب كويس، تفضلي. هل ممكن احنا نقول انه لما كان طريقه كتابه الباي بطريقه معينه، مثلا هذا انا اعشق الربط، فيكون كانه الشخص هذا يعني وطني زياده عن اللزوم، وبالتالي اي نقاش لانه بيتم هناك في كلام ما ما اللجان الالكترونيه بتستخدم كلمات زي ايه؟ فلان واسم البلد والله وبس. يعني هي كده استنبه كده بتيجي على بعضها، وبعدين يجي يقول ايه تراب الوطن خط احمر. على فكره اللجان الالكترونيه بتاعت مصر وليبيا وبتاع ده والاسد، يعني كده تلاقي فيه ايه استنباط كده كلهم ما شاء الله عليهم ايه كلهم عندنا لفظ في مصر مش لطيف. كلهم بيستقوا من نفس المصدر. ماشي. خلي خيالك بقى هو. طيب ماشي. الحاجة اللي برضو حد ذكرها اللي هي الحسابات اللي احنا بعيد التغريد منها. فلو الشخص دايما بعيد التغريد من اليوم السابع والأهرام، غير لما بيكون بعيد التغريد من رصد الحرية والعدالة. ماشي. على فكرة موضوع إعادة المحاسبات اللي بعيد التغريد منها أمر خطير جدا. وعلى فكرة أنا عاوزكم بس إيه يعني، وإنتوا كده بتكتبوا على تويتر تفكروا في الموضوع. أنا ما بتكلمش خالص في السياسة، فرضا مثلا. تمام. ها؟ انت هتقفل تويتر كله. طيب الشاهد في الامر ايه؟ تخيلوا مثلا انا ما بتكلمش خالص على السياسه في ايه؟ على السوشيال ميديا. تمام؟ وكل انا بتكلم عنه الكوره. الاهلي والزمالك لعبوا بعض، مش عارف الترجي والوداد لعبوا بعض، وفلان وهكذا. تمام؟ بس انا كل مره بجيب خبر عن مباراه كوره بجيبه من اليوم السابع. انت متابع؟ معناها ايه؟ ان انا بتابع اليوم السابع. فحتى انا ما فتحتش بوقي خالص وقلت ان انا ما قلت مواقفي السياسيه، فالحسابات اللي انا بعيد التغريد منها تخبر الكثير عني. حتى على الفولوينج بيجز او الفولوينج اكونتس. تمام. حتى في ناس احيانا بيتكلم مثلا هو حاب انه ينتقد حد معين، فهو ما بينتقد شو شخصيات، بينتقد ياخذ كاركتر معين وينتقدها على اساس نعم البروفايل كمان. البروفايل نعم. انا بس عشان ايه الوقت، خلينا ايه انا عاوز ندخل في موضوع تاني. فاكرين لما معلش يعني اعطيني لحظه بس، فاكرين لما اتكلمت على الناس اللي لهم اراء ايجابيه وسلبيه تجاه المسلمين في امريكا، واتكلمت على الالكترونيك دانس ميوزك وجاستن بيبر وكانتري ميوزك وكده. الموضوع الكون ان يبقى فيه ارتباط ما بين الحاجات اللي الناس بتاكلها وتشربها والرياضات اللي بتحبها والموسيقى اللي بتسمعها وهكذا والمواقف السياسيه بتاعهم، خلى فيه مجال كبير جدا في الدراسه اسمه لايف ستايل بوليتكس. تمام. لايف ستايل اللي هي ايه؟ اسلوب الحياه. والبوليتكس اللي هي السياسه، اللي هي ارتباط ما بين الحاجات اللي الناس بتحبها في حياتها الطبيعيه والمواقف السياسيه بتاعتها. فمن احد الاطرف الابحاث اللي طلعت في الموضوع ده بحث اسمه Why do liberals drink lattes؟ لماذا يفضل الليبراليون اللاتيه؟ مش عارفين بالانواع. ما فات عليهم الاسبريسو. ماشي. حد فيكم عنده تخيل ازاي يبقى في ارتباط بين القهوه اللي الناس بتشربها والموقف السياسي؟ ممكن مثلا عندي خبر بعيد شويه. ها؟ عندي خبر بعيد شويه بس اللي انا قلته يعني. ها؟ يعني فكره الارتباط الشرطي او المحاكاه. ايوه. لما يبقى فيه رموز كتير نظام الاعلانات والتسويق. طيب. رموز بتقدم نفسها كل ما انت مثقف اكتر، كل ما تحط تشرب قهوه اكتر. ممكن مثلا الكينج بتاعهم او الكبير بتاع القعده وشيخ يعني كبير القعده بيحب ده. ده فكره كويسه. اتفضل. الشركات المسوقه او الشركه المنتجه او الشركه المنتجه. اه
ربط المنتج غالبا التقليد، لان حتى لو حد التقليد يساريين في مصر في فتره من الفترات كانوا كلهم بيلبسوا نفس الكوفيه ونفس رابو ستايل ورابو شعرهم، فهي في علاقه. طيب ما بين هو فكره اللي دي برضه يعني مشهور مايع شويه ربنا يسامحك قول استغفر الله يا اخي يا شام. بنشرب قهوه مثلا وهو حابب ناخد موقف حد بنشرب قهوه ساده الله يسامحك. طيب احنا هنخوض في ليه، والاجابه بتاعت ليه برضو ايه، الاجابه بتاعت ليه جايه من علم النفس الاجتماعي مش من علم الكمبيوتر، عشان كده ايه التزاوج ما بين العلمين مهم قوي. تمام. طيب بس قبل ما نوصل للمرحله دي انا عاوز اقول لكم بس ايه، ان التقنيات اللي الناس شغاله فيها دلوقتي ان احنا يبقى عندنا نص ونحاول ان احنا نحدد الاتجاه بتاع النص ده، فيبقى عندنا مثلا ايه زي مثلا تعني جون نائم، فده دي الى حد ما سهله ان انت تجيبها، بس في ممكن تيجي عباره صعبه جدا في ان انت ايه يعني تقول ان هي تبع مع او ضد، زي مثلا ايه الانتخابات القادمه هي اهم انتخابات في الخمسين سنه الماضيه. لو حد قال لك كده حسب الرياكشن تبع ده ديمقراطي ولا جمهوري، هل مؤيد الحزب الحكم ولا معارض ليه؟ مستشبه مستحيل. تمام. وفي بعض الحاجات التانية مثلا زي الانتخابات القادمة في قمة النزاهة، ما تبقاش عارف ده بيتكلم جد ولا بيتريق. تمام. طبعا لو في دولة عربية وهو يعني احنا سمعناها من طرفين على فكرة. كان في احد الكتاب في مصر الحقيقة كان بيساعد اسمه احمد رجب مش كده بتاع الجمهورية، ده كان عجيب جدا لما تقرا المقالات بتاعته في جريده الجمهوريه. ها كان يعني اول ما كنت اقرا المقاله كنت بموت على روحي من الضحك، يعني انا بظن الراجل ايه بيتحكم على مبارك، وبعدين اكتشف ان الكوميديا السوداء على نص المقاله ان هو كان بيتكلم بجد. تمام. طيب النوع الثاني ان احنا بنحدد اتجاه المستخدم مش اتجاه النص بتاعه، يعني احنا بنبص مش بس على احد النصوص ولكن بنبص ايه على الشخص بكل الايه التغريدات بتاعته جت من فين وقالها امتى وبتقول ايه والوسوم اللي استخدمها وتابع انهي مقاله وكلم وجاب مقالات من انهي يعني مصدر اعلامي وهكذا، فكل الحاجات دي مع بعض ايه بتدلنا بنقدر نستخدم السياقات دي كلها بحيث ان احنا نحدد فلان الفلاني ده موقفه كذا. الدقة بتاعت ان احنا نحدد الموقف بتاع الشخص ممكن تصل ل 98% او 99%، وده شيء مرعب. ماشي. مش في اي قضية، لازم القضية الناس تكون بتكلم فيها كتير، لازم تكون تكلم اصلا حبذا يكون اتكلم، لان اخر ثالث نوع ان احنا نحاول نخمن موقف الشخص بدون ما يتكلم خالص، زي ما وريتكم في المثال بتاع داعش ومزاريتكم في المثال بتاع ايه بتاع معادات المسلمين في الغرب. ماشي. الدقه عمرنا ما بنكون متاكدين 100%، صعب ان احنا نتاكد 100% لان احنا ما سمعناش الشخص بيقول الكلمه ببقه، صح؟ بس احنا بيبقى عندنا قدرتنا على التخمين ممكن تصل ايه ل 90%، وده شيء ايه لو لا سمح الله وقع في دي الناس لو وقع يبقى احنا رحنا فيها. طيب نرجع بقى تاني للي بقى ايه العلاقه ما بين الخيارات الحياتيه بتاعت الناس والمواقف السياسيه بتاعتهم. الناس قال لك اصل كبير القعده، اصل التسويق بتاع المكان، اصل مش عارف ايه، فالاجابه على الموضوع ده هتيجي من علم النفس الاجتماعي. وخليكم بصوا ايه على الـ على الـ على, الـ على الكاريكاتير ده، خدوا بس دقيقتين او يعني نص دقيقه كده تقروه، هي معشف بتقري من الشمال لليمين. تمام. فالانسان كلمه انسان اصلا جاي ممكن تكون جايه من النسيان او ممكن جايه من الانس كمان، صح؟ فالانسان كائن اجتماعي بطبيعته. تمام. الحاجه الثانيه
ان الطيور على اشكالها تقع، تمام، على اشكالها في كل الاتجاهات على فكره. هي مش عمليه قطيعه قوي، لو انت ماشي كده في الشارع او دولك ايه، اقول لك بص شايف ال100 شخص دول، اختار منهم 3 اصدقاء ماشي، وانت اخترت 3 اصدقاء منهم، هيكونوا اقرب ليك في اللغه وفي الدين وفي الشكل. الشكل ده ايه؟ الطول ولون العينين ولون الشعر واذا كنت سمين ولا رفيع وحاجات تانية كتير قوي. احنا بنحب الناس اللي زينا، ده طبيعه الانسان كده. فساعتها بيقول لك الطيور على اشكالها تقع، فعلا على كل الايه المحاور، تمام. وعلى فكره كون ان احنا لو احنا جينا لو اللي عاوز فيكم بقى يشوف اللعبه الالعاب اللي بتتلعب مثلا من ناحيه علم النفس وكده، تسمعوا عن واحد اسمه مظفر شريف. ده كان باحث، سمعت الاسم مظفر شريف ده كان باحث تركي، كان عمل ابحاث في امريكا على ازاي ان هو يجيب مجتمع ويقسمه او يخليه يعني يكون مترابط او متفكك، تمام. وعمل تجربه اسمها روبرتس كيف، يعني كان عباره عن مكان بيجيب فيه اطفال، وبعدين الاطفال دول كلهم من نفس الفئه العمريه، من نفس السنه الدراسيه، وكلهم بيض، وكلهم بروتستانت، وكلهم من مستوى بتاع ده اجتماعي واحد، فمش حد فيهم لا غني ولا فقير، وكلهم نفس الطبقه الاجتماعيه بالظبط، ومتساويين تقريبا في كل حاجه. وبعدين في خلال اسبوع قدر ان هو يقسمهم مجموعتين، والمجموعتين دول يتقاتلوا بينهم وبين بعض، وبعدين بعدها بيومين خلاهم حبايب مع بعض. كل الموضوع ان انت او ممكن تختلق نقط للخلاف وتركز عليها، ماشي. النقط اللي هي السمات اللي هي المهمه، اللي هي بيقول ساعات بيقول لك الطيور على اشكالها تقع، على حسب السمات اللي انت ايه هتركز عليها بحيث الناس تجتمع عليها او تفترق، تمام. طيب فاول حاجه قلتها لكم ان الايه الطيور، احنا ممكن تاخدوا على فكره الكرسي ده كمان، وفي كرسي تاني هنا ماشي، تاخدوه عندكم الكرسي لسه بتصور. طيب لما تبطل تصور يا ريت تقولوا لي. فاول حاجه قلت لكم عليها ايه، ان الطيور على اشكالها تقع. الحاجه الثانيه والخطيره قوي هي ما يسمى بسوشيال انفلوينس او التاثير الاجتماعي، تمام. فالناس المتشابهين بيجتمعوا مع بعض، اول ما تطلع تقليعه او يعني موضه كده في وسطهم بسبب التأثير الاجتماعي يبتدوا ايه يعني يتبنوها، تمام. فالليبراليين اجتمعوا مع بعض الاول، وبعدين حد قال لهم الله ده اللاتيه ده حلو جدا، فالتاني بعديه قال له ده 100 100، فبقى ايه باسلوب بالضغط الاجتماعي بقى كلهم بيشربوا لاتيه، او مش كلهم يعني كتير او منهم بيشربوا لاتيه، ممكن واحد ليبرالي يكون بيشرب برضو ايه يشرب كابتشينو، بس الفرق بين الكابتشينو واللاتيه مش كبير قوي يعني. فالامورك طيبه يعني. موضوع التاثير الاجتماعي، لاحظوا ان ايه لو احنا ماشيين في الشارع ولقينا حد بيبص، لقينا من الجماعه بيبصوا لفوق، فبصوره طبيعيه تمام احنا نبص لفوق كمان، صح. فممكن الموضوع يوصل بموضوع اللي هو التاثير الاجتماعي، ان الناس تكون بتقلد بعض، كلهم بيقلدوا بعض ومحدش فيهم عارف هو بيقلد التاني ليه، تمام. اصل الترندات على انستغرام الصور بس مش عارف هو محدش عارف ايه ليه، بس طيب. فدي اسمها ابلين بارادوكس او مفارقه ابلين. انا فاكر مره كنت قاعد مع ناس صحابي، ها الله مستعان. كنت قاعد مع مجموعه اصحابي، فايه فقبل رمضان كده بشويه، فواحد قال ايه رايكم نفطر مع بعض،
فواحد قال له ايه رايك اول مش عارف يوم الخميس الاولاني في الشهر؟ طب واحد قال طب نروح المكان الفلاني. هدوا هو كام واحد فيكم عايز نفطر مع بعض؟ ولا واحد. ماشي. بس كل واحد تخيل ان اللي حواليه عاوز. ماشي. مش انا بقول الفطار مع بعض في رمضان حاجه وحشه, بس هو يعني كل واحد كان عنده ظروف كان صعب بالنسبه له. تمام. طيب, فزي ما اتكلمنا بقى رجوعا بقى تاني لتحديد المواقف بتاعت المستخدمين, في حاجات كتير قوي بتقول لنا ان الناس بتكلم بتقول كلمات معينه وبتتابع وسائل اعلام معينه وبتعمل حاجات تصرفات اجتماعيه مثلا زي الاكل والشرب والرياضه ومش عارف ايه. وبعدين الناس بما انها موجوده في غرف يعني في اسمه ايه ده, بما ان الطيور على اشكالها تقع, فالحاجات دي بتبتدي تنتشر ايه ما بينهم, والانتشار فيها على وسائل التواصل الاجتماعي اقوى بكتير من الحياه الطبيعيه. ماشي. لان احنا طول ما احنا ماشيين في الشارع فاحنا مضطرين ان احنا نتعامل مع الخباز والميكانيكي والراجل اللي معانا في الشغل او الشخص اللي معانا في الشغل ومدير العمل او مديره العمل او ناس كتير قوي. الناس دول كلهم انا ماليش خيار اتعامل معاهم ولا لا, صح؟ لان في وسائل التواصل الاجتماعي انا عندي كامل اختيار مين اللي اتعامل معاه. فيسبوك من اخطر الادوات اللي اخترعت اظن في اخر 100 سنه, من اكثر الـ 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 يعني الادوات تدميرا للبشريه. هو بيعمل ايه؟ هو بيلاقيك ان انت بتعمل لايك لفلان فبيوري لك حاجات اكتر منه. انت بتعمل لايك لحاجات ايه؟ على مزاجك. فتلاقي الناس اللي انت مش على مزاجك ما بتشوفهمش, صح؟ وبعدين تكلفه ان انت تعمل انفريند او انفولو الواحد تقريبا صفر, صح؟ فانت مش مجبر انت تتابع اي حد خاص. فالناس اللي انت بتتابعهم وتتفاعل معهم على وسائل التواصل الاجتماعي كلهم على الميه بتاعتك. فده بيخلق ما يسمى بالغرف المغلقه او بيسموها ايكو تشامبرز. ماشي. ان انت كل الناس بتقول نفس الكلام, والكلام ده كانه ايه, احنا بنعمل صدى صوت لبعض وبنوصل. انا خلينا نقف بس على الاذان لحظه بس اخلص السلايد دي. فالناس اللي هم في الغرف المغلقه دي بيعيدوا التغريب نفس الحسابات, يستمعون لنفس وسائل الاعلام, يستخدمون نفس الوسوم نفس الهاشتاجز, يشاركون محتوى مشابه, يستخدمون عبارات متشابهه, لهم نفس التفضيلات, وممكن كمان يكونوا عايشين قريبين من بعض. في اللي فاضل في المحاضره هعمل حاجتين اتنين. الحاجه الاولانيه هبص من ناحيه تقنيه بس بطريقه سريعه جدا عشان التفاصيل معلش التقنيه كتير شويه, واللي عاوز يفهم اللي فيكم بيعرف يكتب كود وليه في البايثون وكده وحابب ان هو يعرف الموضوع بيتعمل ازاي يتواصل معايا بعد المحاضره. تمام. وبعدين هناخد تطبيق بقى على ايه ان احنا اخذنا قضيه معينه وهمشي معاكم فيها من الاول لغايه الاخر, بحيث ان احنا نشوف ازاي استخدمنا التعرف على اتجاه المستخدمين في ان احنا نجاوب على سؤال. ماشي. طيب, فاول حاجه ممكن نستخدمها ما يسمى بالتلقين الالي او الماشين ليرنينج. حد فيكم سمع عن اللفظ بتاع الماشين ليرنينج؟ 1 2 3 4. انا عارف انت بدام سالتني على الانتر انوتيتر اجريمنت يبقى اكيد عديت على الماشين ليرنينج. كويس جدا, ممتاز. تمام. فحاجات مثلا زي ديسيجن تريز, سبورت فيكتور ماشينز, حتى بيرت اللي هو ترانسفورمر مودلز, حاجات كتير قوي ممكن نستخدمها بالنسبه للتلقين الالي. فاللي احنا بنعمله ان هو بندي امثله للكمبيوتر, امثله ايجابيه وامثله سلبيه. تمام. وبنقعد نديله امثله وبعدين نديله بعد كده امثله جديده ونقول له ايه, خمن بقى المواقف للامثله ايه الجديده دي. فلو احنا مثلا ادينا له تغريدات مثلا زي جرائم الحرب الروسيه لا تغتفر, ده مثال واحد ضد روسيا. بوتين يذل الغرب في ساحه الحرب, ده ايه, مؤيد لروسيا. واحد بيستخدم وسوم زي جرائم روسيا تتقهقر وفي المقابل روسيا تنتصر وبوتين الفاتح. تمام. فعكس بعض. فاحنا بنديله امثله ضد وامثله مع. تمام. وبعدين بنبص على الامثله برضو ثانيه, مثلا واحد بيقرا للبي بي سي او بيسمع للسي ان ان او البي بي سي, او في المقابل بيسمع لايه, لرشا توداي. تمام. فبنبتدي نديله امثله ايجابيه وامثله سلبيه, وبعدين بنعلم الملقن الالي او المصنف الالي ان هو نقول له ادي شايف المثال ده المفروض يطلع ايه, بوزيتيف, والمثال ده يطلع نيجاتيف, وبعدين نديله بعد كده امثله وهو المفروض ان هو ايه, يخمنها. تمام. فده الاسلوب الاولاني.
اللي هو بيسموه supervised learning. مش لازم يكون كتير قوي يعني، انت ممكن من اول مثلا 20-30 مثال بيبتدي يتعلم، وطبعا كل ما بتزود الامثله كل ما بيتعلم احسن، تمام؟ بس العدد مش خزعبلي قوي يعني. غالبا انت لو وصلت لبضع المئات من الامثله بيكون كافي. ماشي اتفضل. بين 98% لو انت استخدمت ترانسفورمر موديل بيقفل عند 90-91 الحدود دي تقريبا، بس انا ما بيعديش الرقم ده. ما بيعديش الرقم ده لسبب ان هو في بعض الحالات بتبقى صعبه حتى على البني ادم انه يحلها. اتفضل. بالنسبه لتويتر بس ولا ممكن فيسبوك؟ فيسبوك تويتر اي حاجه. هو احنا دايما بنتكلم على تويتر تحديدا لان سهل جدا ان احنا نجيب بيانات من تويتر، وصعب جدا ان احنا نجيب بيانات من فيسبوك. فيسبوك دي للحكومات وتويتر للعوام. انا بكلم بجد مهرج. ها ممكن تعملها بطريقه مانيوال، بس انت لو هتروح وتروح جايب الصفحات وتروح منزلها بايديك، انت ممكن بني ادم يقول لك ده فلان ده مع او ضد وتخلص على كده. بتجيبوها من تويتر من عن طريق الاي بي اي؟ من عن طريق الاي بي اي. بس الاي بي اي ما بيديش كتير يعني، بيدي لك في الليمت بتاعه لغايه 1% من التغريدات كلها. فانت لو انت عندك، لاحظ ان هو بيبقى عدد التغريدات بتطلع كل يوم بمئات الملايين، فانت لو الموضوع اللي انت بتتكلم عليه مثلا طلع منه عليه عنده 500,000 تغريده، في عمر من 500,000 دول بيوصلوا ل 1%، فبتقدر تجيب تقريبا كل التغريدات. تمام؟ طيب. الطريقه الثانيه اللي هي بتاعه ايه؟ الطيور على الاشكاليه تقع، او باللي بيسموه سيمي سوبرفايز ليرنينج. فاحنا بنوسم مجموعه من المستخدمين، وليكن مثلا احنا عرفنا الموقف بتاع الشخص ده والموقف بتاع الشخص ده، وبعدين بنشوف هو بيعيد تغريد انهي تغريدات، او بيعيد تغريد من انهي شخص. تمام؟ ونشوف يعني مثلا ايه الاثنين دول بيعيدوا تغريدات شبه بعض جدا، فالاثنين دول هيبقى ليهم ايه نفس الموقف، نفس الطريقه اللي احنا ايه دول اليوزرز عباره عن نودز، الحاجات اللي بيتعمل لها ريتويت نودز ثانيه، وان احنا بنشوف الادجز اللي بينهم قوه العلاقه بين الاثنين مع بعض. ماشي. فاحنا بنبدا من الحساب ده، وبعدين نقول ايه الحساب ده بشكله شبه ده، فالاثنين هيبقى لهم نفس الموقف. اوكي. والطريقه الثالثه والافضل والاحسن اللي هي بيسموها العنقده او كلاسترنج. ماشي. ان احنا بنمثل كل مستخدم على انه يعني حد فيكم درس جبر خطي قبل كده؟ لين الجبر. طب كويس، الجماعه المهندسين هيفهموا الكلام اللي بقوله. تمام. فاحنا فرضا مثلا انا كتبت 100 تغريده، تمام؟ ففرضا ايه اقول ان انا اعدت تغريد مثلا من ال100 دول، في 5 منهم كانت اعاده تغريد من مصدر فلاني، ومثلا 10 كمان من مصدر علاني، وهكذا. فبعمل ريبريزنتيشن، بخلي كل شخص ده بمثله كانه ايه متجه او فيكتور، تمام؟ في الحسابات اللي عملت منها تغريدات بينهم وبين بعض. ماشي. وبعدين بمثل كل المستخدمين اللي عندي على انهم ايه الفيكتورز دول، وبعدين اقول له لو سمحت هات لي المجموعات اللي قريبه من بعض. تمام. لو استخدمنا كلاسترنج مباشره ما بيشتغلش، فبنعمل حاجه في تريك كده ماثيماتيكال تريك، ان احنا بنعمل حاجه اسمها بروجكشن. فده لو فاحنا بنعمل لهم بروجكشن، لان الفيكتورز دول ممكن يكون كبار قوي، ممكن يكون عددهم مثلا ايه على حسب المصادر اللي مثلا احنا بنعيد التغريد منها، مثلا ممكن يكون 100,000 مصدر، فالفيكتورز عندنا كبيره قوي، فاحنا بنعمل لهم كومباكشن بحيث ان هم نعمل لهم ريبريزنتيشن مثلا في 2 دايمنشنال سبيس او 3 دايمنشنال سبيس. وتم وصلنا للمرحله دي، بيبقى سهل جدا ان احنا نعمل العنقده او الكلاسترنج. وساعتها كل اللي احنا نعمله ان احنا ناخد عينات من هنا، نقول ايه اديني عينه من هنا وقول لي دول معاه ولا ضد، واديني عينه من هنا واديني قول لي معاه ولا ضد. وسهل جدا نعمل كده. الطريقه دي مش محتاجه اي تدخل بني ادم خالص، احنا بنديله كل التغريدات اللي عندنا، وبيروح رايح وروح مقسم المغردين مع او ضد مباشره، خطوه واحده. الدقه بتاعته لما بيقول لك فلان ده مع او فلان ده مع ضد، غالبا الدقه بتاعته ممكن توصل ل 99%. اتفضل. النتائج اللي كانت مع المستمعين كانت بس ولا اي مانيوال؟ كانت سوبرفايز ليرنينج، اللي هي السوب الاولاني ده. احنا عشان نوصل، لان احنا نعرف نوصل للمرحله دي اخذنا 4 سنين شغل.
والكود بتاعه لما الناس اللي تكتب كود يعني الكود بتاعه مثلا 30 40 سطر بس تعرف توصل ل 30 40 سطر دول اخذنا عليه 4 سنين ماشي. اللي عاوز ياخد الكود وكده الكود موجود بس ايه يعني محتاج شخص بيفهم شويه في البايثون وكده ان احنا ايه الدنيا تمشي. فاحنا قلنا في طريقه اولانيه اللي هي السوبرفايز ليرنينج التلقين الالي ان احنا امثله ايجابيه وسلبيه. الاسلوب الثاني سيمي سوبرفايز ليرنينج معلش بس استخدم بعض الالفاظ بتعني بعض الحاجات لبعض الناس اللي قاعدين ان احنا بناخد مجموعه من الناس ونوسمهم وبعدين بنوزع يعني بناء عليهم بنشوف مين القريب منهم ثم الاقرب ثم الاقرب ونوزع ونوسم الباقيين او نعمل ده. الطريقه دي ان سوبرفايزد مفيش اي تدخل ادمي فيها خالص. خلاص انا عاوز بس ناخد كيس ستدي كده خدنا ايه مثال عملي لمشكله كنا عاوزين نحلها واستخدمنا بقى فيها ايه اخر اسلوب الا وهي لما بيحصل يعني مثلا لما حصلت الحرب العدوان الصهيوني على غزه في 2021 في مايو 2021 تمام كنا عاوزين نعرف هل الناس بتستمر في ان هي تسمع الاخبار من نفس المصادر المعتاده اللي هم متعودين يسمعوا منها ولا بيبتدوا يسمعوا المصادر الاعلام تانية. ماشي سؤال واضح. فيعني مثلا ايه احنا دلوقتي كلنا مثلا بنقرا مش عارف ايه الجريده اللي هي المحليه هنا تعرف انا طالقه في التركي ف ما بفرش ولا جريده كل يوم ولا واحده ف اسمه ايه ده في جرايد عامه انا بقراها كل يوم مثلا على الانترنت. فحصل حدث جديد ماشي حرب مثلا في الشرق الاوسط فهل ده هيغير من سلوكي في التعامل مع الاخبار وفي قراءه الاخبار؟ الاجابه ولا لا؟ واذا كانت الاجابه ليه تمام وهل بعد ما الحدث يخلص هتننا نستمر نقرا وسائل الاعلام دي الثانيه دي ولا هنتوقف ونرجع لطبيعتنا تاني؟ فدي ده السؤال دي الثلاث اسئله اللي احنا كنا عايزين ايه اللي جاوب عليها في السياق بتاعة العدوان الصهيوني على غزة في 2021 وتحديدا القراء في أمريكا. كنا عاوزين نشوف هم بيتعاملوا مع الأخبار إزاي. واضح؟ طيب فبما أن اسمه إيه ده طبعا كلكم مفروض عارفين اسمه إيه ده اللي حصل أنه حصل طبعا أمر يعني إيه خاصة بالنسبة في المجتمع الأمريكي في استقطاب حاد بالنسبة للقضية الفلسطينية تحديدا. والناس لما حصل الحدث ابتدت بقى تغرد كتير قوي عن الموضوع. وبما الناس ابتدت تغرد عن الموضوع فدي ايه ممكن نروح جايبين التعرف الالي على اتجاهات المستخدمين ونطبقها على الناس ونروح قسمينهم ايه مجموعتين مجموعه مؤيده للقضيه الفلسطينيه والتانيين مؤيدين للمشروع الصهيوني. واضح؟ فده ايه قضيه واضحه جدا احنا ممكن نفصل ايه الناس ماشي. وزي ما قلت لكم الاسئله اللي انا كنت عاوزين نعرفها ان هل هم هيقروا نفس المصادر ولا هيستخدموا مصادر ثانيه واذا كانوا يستخدموا مصادر ثانيه ليه وهل المصادر دي هيتنهم يستخدموها ويقروها بعد نهايه الحدث ولا لا ماشي. ده بقى ايه الميزه في ان احنا نعمل حاجه زي نستخدم حاجه زي تويتر. احنا رحنا رايحين وعرفنا نجمع قرابه 7 مليون تغريده عن الحرب بتاعت غزه. طيب المده قد ايه تقريبا؟ ما كملناش كام يوم بس ماشي. يعني احنا ما احتاجناش مثلا ان احنا قعدنا نلم تغريدات مده شهرين مثلا عشان نوصل 7 مليون. احنا جمعنا ال 7 مليون دول في خلال مثلا 3 4 ايام ماشي. اتفضل. احنا في عندنا في برنامج بنروح نقول لتويتر اي تغريده فيها الكلمات دي لو سمحت رجعها لنا فبيجيب لنا كم هائل من التغريدات. تفضل. كابتن قبل ايه تعرفكم التغريده عن الصراع؟ انت قلت ان في كلمات معينه تستخدمها. طيب استخدم الكلمات دي فلسطين فلسطينيان غزه اسرائيل زيونست بالانجليزي وكلمات بقى المقابله ليها فلسطين فلسطيني وصهيوني والقدس واسرائيل والشيخ كانت قضيه الشيخ جراح حاطين جراح كان هتستخدم كلمات مفتاحيه تمام. وبعدين حصرنا بقى واحنا قلنا ايه احنا كنا لمينا 7 مليون تغريده وبعدين قلنا ايه احنا نقتصر على المستخدمين الامريكان بس اللي بيكلموا انجليزي تحصرا
تمام. احنا لاحظ ان احنا ما ينفعش ان انت لما تيجي تدرس الظاهره بيبقى صعب قوي ان انت تدرس الناس كلها مره واحده. فانت بتروح جاي وتروح مقسم الايه البوبوليشن بتاعتك او الناس اللي انت عاوز تدرسهم لمجموعات. فاحنا قررنا ان احنا ندرس المستخدمين الامريكيين واللي بيتكلموا انجليزي. اتفضل. امريكان يعني اللوكيشن في التويت في ايوه في التو... مش معمول لهم، مش لازم يكون معمول لهم جيو تاجنج. كون ان هو الشخص بيعمل سيلف ديكريشن ان هو بيقول انا من المكان الفلاني ده بيكفينا. تمام. وعندنا قائمه كبيره قوي بالاماكن. فهو بيجي يقول مثلا ايه بتاع ده شيكاغو الينويز مثلا او شيكاغو مدينه شيكاغو مثلا، فاحنا عرفنا انه خلاص من امريكا. تمام. طيب وبعدين استخدمنا بقى ايه اللي هو الفصل اللي هو العنقده اللي هو الكلاسترنج. فقلنا له خدنا اكتر 20,000 مستخدم كانوا بيغردوا عن الموضوع، وقلنا له يا برنامج لو سمحت ايه قسمهم. ماشي. البرنامج كان عنده قدره ان هو يحدد المواقف بتاعت اكتر من 8000 شخص منهم. ال 12,000 اللي فاضلين البرنامج قال لنا ايه انا مش متاكد. هو مش محايد، هو بس مش متاكد. ماشي. منهم حوالي 6500 مؤيدين للقضية الفلسطينية وحوالي 1500 ايه مؤيدين للكيان الصهيوني. كل هذا فيدباك آلي؟ كل ده بطريقة آلية. ماشي. هي العينة اللي اشتغل عليها كام مثلا؟ احنا ابتدينا ب 20,000 مستخدم. لا العينة اللي البرنامج نفسه اتلقى انتوا دخلتوا له كام؟ 357,000 تقريبا. لا هذاك اللي شو بتاخدوا نماذج عينات تقولوا لا 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 ده كل ده آلي. مفيش اي بني ادم بيتدخل خالص. احنا كان في اول اسلوب اللي هو السوبرفايز ليرنينج، ان انت محتاج ان انت تقول له ايه ادي مثال للايجابي والسلبي. الطريقه اخر طريقه احنا بنعمل الموضوع ده مش محتاج بني ادم حتى يتدخل خالص ولا كيوردز ولا بتاع. انت بس الكيوردز بس عشان تحدد التغريدات بس. انت تو ما حددت التغريدات بتدي بقول له تدي التغريدات دي للبرنامج وتقول له لو سمحت قسم لي المستخدمين. بيعتمد على عنده هيستوري يعني ولا بيعتمد على حاجه واحده اساسا؟ بيعتمد على حاجه واحده بس، انهي مصادر بيعيدوا التغريد منها. اه وبس. ما بيبصش حتى على النص اللي موجود في التغريده. فيتشر الوحيده بيبص عليها هو بيعمل ليه ريتويت لمين بس. بس ممكن تضلل خالص 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 مالص. بالعكس الدقه بتاعته مذهله. اتفضلي. نعم 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 ايوه ده احنا مستغربين بس هو بيشتغل. والدقه بتاعته زي ما قلت لك ممكن تصل ل 99%. هو ليس تشكيك في الدقه، هو هل هذا كافي انا لاحكم بان هذا ده المعارضه. ما انا عارف المعارضه. في مثل بتاع ده في العربي يقول لك ما شتمك الا من بلغك، وفي بيت الشعر بتاع ابو العتاهيه بيقول ايه من جعل النمام عينا هلك مبلغك الشر كباغيه لك. تمام. فالانسان بيعيد التغريد للمصادر اللي هو بيتفق معها. فكون ان نفرين بيعيدوا التغريد من نفس المصدر دي علامه قويه جدا ان هم بيتفقوا في الفكر. انا عارف ان هو ممكن مثلا دكتور اخذته هنا يعني حاجه زي كده اخذته 100 عينه مثلا وعملت لهم بعملنا غالبا مش فاكر في البحث ده عملنا كده ولا لا، بس في بحث ثانيه عملنا كده. والدقه بتبقى عاليه جدا، عاليه بطريقه مذهله يعني. لاحظ حاجه برجوع بقى للكلمه للسؤال بتاع حضرتك. في 12,000 وما عرفش وسمهم، هم حوالي 60% من المستخدمين. غالبا لو احنا كنا استخدمنا سمات تانية مثلا زي الكلمات وزي البتاع ده الهاشتاجز واستخدمنا حاجات تانية كان ممكن نتعرف على موقف الناس دولت كمان. بس ايه باستخدام، لاحظ ان ميزة تويتر ايه ان احنا مش بنتعامل بقى مع ايه مع شخص ولا اتنين، احنا بنتعامل مع عشرات الالاف من الاشخاص. واحنا عاوزين الاهم حاجة بالنسبة لنا مش ان احنا نقول نسبة قد كذا مؤيدين ونسبة قد كذا معارضين. احنا اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا يكون عندنا عينة ممثلة للمؤيدين وعينة ممثلة للمعارضين، بحيث ان احنا نحللها بحيث ان احنا نفهم الايه اللي بيحصل، الناس دول بيفكروا ازاي وبيقولوا ايه وايه الحاجات اللي تهمهم وهكذا. واضح؟ يعني الارقام في حد ذاتها مش مهمة. هي المهم الايه؟ ان احنا نشوف الحاجات اللي يعني ان احنا نحلل البيانات بتاعتهم، ده الاهم. نعم. صفة التأييد في نفس حد ذاته والمعارضة. في صفة بقى التأييد والمعارضة
اللي احنا لقيناه ان هو كون ان النفرين يعيدوا التغريد من نفس المصادر ده كافي ان احنا نحكم عليهم وبدقه عاليه جدا 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 جدا، شيء مذهل يعني. اتفضل. لا دكتور، حتى في المسح البشري بيحصل كده، بياخد عينه ويقيس عليها، ما فيش حد بيعرف يعمل للناس كلها. يعني لو انا هعمل بتاع ده البحث ده، في ناس كتير في تويتر بيحطوا في البايو بتاعهم ان التويت مش معناها ان انا كذابين 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 عشان القضيه بس كذابين. انا بقول لك كذابين، انا زي بقول لك بيت الشعر بيقول لك مبلغه كالشر كباغيه لك، يعني ما وما شتمك الا من بلغك، دي طبيعه الانسان كده. تمام. طيب تو ما قدرنا نفصل بقى المستخدمين، قدرنا نبص على ايه، عينات من الكلام من التغريدات اللي هم كانوا بينشروها، زي مثلا التغريده دي بتاعت اللي هي اسمها اوكاسيو كورتيز اللي هي بتاعت العضو في الكونجرس، تمام، ليبراليه. ودول برضو ايه، مش عارف مين الشخص، بس هو شخص ايه سيرتيفايد او يعني فيريفايد على تويتر، وبيتهم ان هم ايه الانصار بتوع حماس بتاع ده بيضربوا الناس في الشارع في لوس انجلوس، مش عارف ازاي، بس يعني يبدو ان حماس خارقه للعاده، مش عارف. احمد موسى بتاع امريكا بالظبط. الله المستعان. الشيء بقى المدهش اللي لقيناه ان في التغريدات اللي ليها علاقه بايه، بالحدث نفسه، لما بصينا على اكثر وسائل الاعلام الناس بتقراها فيما يخص الحدث، لقينا في أكتر عشر حاجات، أكتر عشر مصادر، سواء للمؤيدين للقضية الفلسطينية أو المؤيدين للكيان الصهيوني، The Guardian بريطاني مش أمريكي، الجزيرة رقم 4 مش أمريكي ولا أوروبي، Middle East Eye بريطاني، في حاجات تانية بقى تانية إيه مش مشهورة خالص، زي مثلا إيه Democracy Now والإلكترونيك انتفاضة، صحيح هم كأمريكان بس وسائل الإعلام مغمورة. كمان رويترز. ها؟ رويترز الرويترز؟ أيوة، واشنطن بوست كمان. بس رويترز واشنطن بوست، رويترز المفروض إن هي محايدة لأن هي كانت إعلام بتاع ده دولية، واشنطن بوست وسيلة إعلام إيه؟ الليبرالية عامة. ماشي؟ لو بصينا على الناس اللي مؤيدين للكيان الصهيوني، رقم 2 جيروسلم بوست اللي هي إيه؟ إسرائيلية. وبعدين لو بصينا على الحاجات التانية زي ديلي كولر، ناشنال ريفيو، هينيتي، وحاجات بس دول مشهورين، دول مشهورين جدا، إنما دول وسائل إعلام إيه؟ مغمورة. فلقينا لما في بقى قضية يعني حدث كبير حصل، في وسائل إعلام أجنبية ووسائل إعلام مغمورة الناس بتلجأ لها. فالإجابة على السؤال الأولاني بتاعنا إيه؟ أيوة نعم. تمام. بس مثلا دكتور لو حفرنا شويه اكتر ممكن نكتشف ان الناس دي اصلا مؤدلجه. مش بالضروره، بس 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 هنشوف. الاتجاهات دي اتجاهات ناس مؤدلجه داخله عارفه بتعمل. صحيح، ده كلام سليم. وعشان كده كان السؤال بقى الثاني هو ليه احنا شايفين احنا شايفينه. اتفضل. بالنسبه للوصول للمصادر وكده، دي حاجه بتوفرها في يعني ولا حاجه؟ لا، انت بدي لك اليو ار ال، فاليو ار ال انت عندك بيس يو ار ال، انت ممكن تجيبها مثلا تقول له مثلا واشنطن بوست، واشنطن بوست دي مثلا ايه؟ 3001 بطريقه اليه كلها، يعني احنا مثلا واشنطن بوست في 2 3 يو ار الز بيستخدموهم، وعندك تويتر هاندل بتاع 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 واشنطن بوست، فانت بتعد كم مره ايه استخدموا عملوا لي تويت او حطوا ريفرنس للارت المقاله مثلا في الواشنطن بوست. صح، لان انا عم اسال نفس السؤال ده، يعني قلت ايه الماشين اللي بناخد منه الكلام ده بنحطها على تاخد التغريده برنامج. برنامج سهل او برنامج على فكره بسيط، مفتوح ولا مدفوع؟ انت تكتبه ما يعني هو مش مستاهل حتى ان انت تجيب يعني تجيب برنامج مفتوح المصدر وتقعد تدور، انت تكتبه بايديك. انت بتروح تقول له ايه، مش انت بتلاقي مثلا ار تي اللي هي ريتويت وبعدين ات اسم الحساب، فبتشوف اسم الحساب ده. فواشنطن بوست ليها حساب اسمه واش بوست، مثلا الجزيرة اسمها مثلا آت الجزيرة أظن أندرسكور إي إن أو أندرسكور إي آر وهكذا. بيطلع لك. أيوه بس بيعدي على التقنيات كلها. بيعد بيفرغ ويعد على طول. ماشي. كم عدد السامبلز اللي حللتوهم مانيولي بعد النتائج؟ احنا في الحالة دي ما مش متذكر احنا حللنا، ممكن ترجع للبحث وتشوف، بس انا مش متذكر احنا عملنا بإيدينا ولا لا. برضه السورسز لما بتكمل الليست في حاجات مشتركه،
تقريبا دول مش مشتركه. لما بتوصل بقى لتحت خالص يعني احنا جبنا اكتر عشرة مميزين للطرف ده واكتر عشرة مميزين للطرف ده تمام. انما احنا بنحسب حزبه بحيث ان احنا نشوف البولاريزيشن بتاعتهم. يعني ممكن تبقى حاجه مثلا لو حاجه الطرف منهم بيقراها 999 مره والطرف الثاني بيقراها مره واحده بس فده ليها سكور مختلف عن ايه يعني. حتى لو كان لاحظ ان في طرف اكتر من الثاني لو طرف بيقراها مثلا 1000 مره والثاني بيقراها مثلا 200 مره ده مش معبر ان هو لان ممكن يكون طرف عدد الناس اللي فيه اكتر فليها معادله معينه بحيث ان انت تشوف اكتر ايه مصادر مميزه لكل طرف. هل ليها فلاتر يا دكتور يعني في فلاتر في السيستم ده؟ ما انا اقول مثلا التغيرات المكرره احذفها المكرر انت بتحد الريتويتس يعني انت بتعد كم مره انت مهم جدا بالنسبه لك التغريده تكون نفسها اتعمل كم مره. سو اكتب يعني مثلا 20 اكونت كوبي بيست لنفس الجمله على فكره بس ده مش منصه كده بتروح وتحط الحاجات فيها انت بتكتب كود تكتب برنامج عشان يعمل حاجات المنصه ده مثلا. بس هل في حاجات شبه كده؟ المشكله ان ايه الكثير من التقنيات دي مش موجوده للعوام يعني معلش مع الاسف. بس انت لو عاوز تعملها تعالى ونقعد نتكلم واقول لك تعملها ازاي. يعني البرامج بتاعتها في الاخر مش معقده مش ايه كود صعب. الكود مش صعب لا. ها؟ لا ما بيستخدمش ويب سكرابينج بيستخدم الاي بي ايز بتاع تويتر مباشرة. بس كده. ماشي؟ طيب. بحث علمي. ايوه هدي لك كل المصادر كلها مرة واحدة يعني احس كتير قوي موجودة تمام؟ فالشاهد في الأمر إيه؟ أدي ال وبعدين بعد كده احنا كنا عاوزين نعرف بقى إيه؟ الناس كانت يعني احنا دلوقتي احنا شايفين ان مثلا الناس بتقرا الجزيره والجارديان بشكل كبير قوي في بالنسبه للقضيه. فهل ده بيقروا الجزيره والجارديان عامه ولا ده بس عشان الحدث ده؟ احنا عاوزين نعرف من ناحيه. ومن ناحيه ثانيه ومهمه جدا احنا عاوزين برضو نشوف اللي اسمه ايه ده النمط بتاع استخدام الناس لل او يعني قراءتها للوسائل وسائل الاعلام دي على مدى قبل الحدث وبعد الحدث بحيث احنا نشوف الناس فرض الناس تقرا بقى الجزيره كتير قوي بسبب او الجارديان او الكترونيك انتفاضه وقت الحدث نفسه هل هيستمروا في قراءه الايه وسائل الاعلام دي بعد كده ولا لا. ماشي؟ فاحنا اللي احنا عملناه بالنسبه للمستخدمين اللي هم حوالي 8000 وكسور 8000 حاجه بسيطه اللي احنا عرفنا انه نجيب المواقف بتاعتهم رحنا قلنا للكمبيوتر بص هات بقى التغريدات التاريخيه بتاعتهم من اول 1 يونيو اسف من اول 1 يناير 2021 لغايه 17 اغسطس اب ايه تويتر ولا حاجه من تويتر بتويتر بالاي بي ايز. الاي بي ايز بتعمل حاجات غريبه جدا. ذا اي بي ايز ار يور فريندز يعني المفروض ان انت كده تبقى ايه قاعد كده وبالليل كده تطبطب عليه وتطبطب عليك يعني الاي بي ايز جميله جدا بتعمل كل حاجه. ماشي؟ فاحنا كنا ان احنا نقدر نجيب بقى كل التغريدات بتاعت المستخدمين نقدر نشوف ايه القضايا الثانيه اللي هم ايه مهتمين بيها. ماشي؟ بحيث ان انت تفهم برضو ايه علاقات الارتباط بين الحاجات وبعض. الناس المؤيدين للقضيه الفلسطينيه ايه القضايا الثانيه اللي تشغلهم؟ التأمين الصحي في أمريكا. جوليان أسانج اللي مسجون. دين الطلاب. أكيد بعضكم اللي متابع للشأن الأمريكي إن اسمه جو بايدن لغى مش عارف 10,000 دولار عن كل طالب كان عنده دين. رفع الحد الأدنى للأجور كلها قضايا إيه؟ ليبرالية أو قضايا يعني يسارية. تمام؟ بعض القضايا الدولية اللي هم مهتمين بيها. مظاهرات المزارعين ضد الحكومة الهندية. قضايا مثلا زي الصومال وفلسطين والشيخ جراح وغيره واليمن. تمام؟ الناس اللي كانوا مؤيدين للكيان الصهيوني ايه الحاجات الوسوم الاهم وسوم ثانيه ما كانتش لها علاقه بالقضيه مباشره؟ حاجات زي مثلا ايه؟ المحارق النازيه. تمام؟ الحاجه الثانيه معاداه الساميه. ساره حليمي دي كانت بتاع ده يهوديه فرنسيه اتقتلت. تمام؟ واتهموا فيها مش فاكر حد فيها مسلم او كده وكان ايه اثروا القضيه دي على انها نوع من انواع المعادات الساميه. اتليست ان الشخص ده نشر مره واحده حاجه ده بالنسبه لك عمل صح؟ بس دي اكتر الوسوم المستخدمه.
يعني ممكن الوسم ده يكون مثلا العداله لسارة حليمي ده يكون مثلا موجود 10000 مره ولا حاجه. يعني مش بص على حاجه واحده، بنبص على ايه؟ على اكثر الرسوم استخداما. ماشي. برضو في حاجات ليها علاقه باليهود تحديدا اللي ما يتكلمش فيها غير يعني مثلا الحاجات الاعياد بتاعتهم، فده ان دل على شيء يدل ان في اغلب الناس اللي مؤيدين بقوه للكيان الصهيوني اليهود جزء كبير قوي من العينه دي. ماشي. في حين ان القضايا الثانيه اللي هي بتاعت الناس اللي مؤيدين للقضيه الفلسطينيه بيتكلموا في قضايا ايه اوسع بكتير قوي 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 قوي. ماشي. فمعناه ان في تنوع اوسع بالنسبه للناس اللي ايه مؤيدين للقضيه الفلسطينيه. كمان في كمان ارتباط ما بين المواقف السياسيه ان هم يكونوا اكثرهم متحالفين مع الحزب ايه الجمهوري عن الحزب الديمقراطي. ماشي. نقدر نطلع مثلا ايه رسم بياني زي بالمنظر ده، نسبه التغريدات اللي ليها علاقه بالقضيه الفلسطينيه او بالكيان الصهيوني. الناس اللي هم مؤيدين للكيان الصهيوني كانوا بيتكلموا اكتر بكتير قوي عن الموضوع، في حين الناس التانيين كانوا بيتكلموا اقل بكتير قوي ايه عامه. بس ايه تو المجال الموضوع بتاع الحرب الاثنين ابتدوا ينشروا بكم كثيف جدا. حتى الفلسطينيين اكتر بعد لا ده البرو اسرائيلي هو الاكثر قبل وبعد وقت الحدث وقت الحدث البرو فلسطيني بقى اكثر. نعم هو بالنسبه والتناسب. ماشي. طيب الحاجه الثانيه البتاع ده الوسائل الاعلام غير اللي هي سواء بقى اجنبيه او ان هي ايه اسمه ايه ده مغموره. فاحنا قارنا خمس انواع يعني خمس مصادر اعلام، واشنطن بوست وسي ان ان مشهورين تمام، دي فيما يخص الايه القضيه الفلسطينيه، وقارناهم بالجزيره وميدل ايست اي وجويش كارنتس تمام. فيما يخص القضيه الفلسطينيه اعلى حاجه مين؟ الجزيره، بعدهم مين؟ ميدل ايست اي، بعدهم مين؟ واشنطن بوست، وسي ان ان فين؟ راحت في داهيه. ماشي. في الحاجات التغريدات بقى اللي ملهاش علاقه بالقضيه الفلسطينيه اعلى حاجه مين؟ الواشنطن بوست، بعديها سي ان ان، بعدها ايه الجزيره تمام. فالناس لما بتكون مهتمه بقضيه بتقرا وسائل اعلام مختلفه. طيب فاحنا احنا اتاكدنا من كده، فاحنا عاوزين نعرف بقى ليه الموضوع ده حصل تمام. نفس الرسم البيان بالظبط بس بالنسبه لايه للناس اللي مؤيدين للكيان الصهيوني. خدنا فوكس نيوز وبرايت بارت على انهم مشهورين، وقارناهم بجيروسلم بوست، فري بيكن، وهانيتي تمام. فيما يخص القضيه الرسم البياني مختلف هنا عن ايه عن الناس المؤيدين للقضيه الفلسطينيه. هنا اللي هو الرمادي ده جيروسلم بوست كان اعلى حاجه قبل الاحداث، وبعدين لما وصل الاحداث بقوا قاعدين بينافسوا مع فوكس نيوز وبرايت بارت، الاثنين الثلاثه هم الثلاثه اللي بيتنافسوا بقوه في الايه في اللحظه دي. وبعدين بعد كده بعد الموضوع هدي رجع تاني جيروسلم بوست هي ايه الاعلى. بالنسبه للحاجات اللي هي خارج موضوع القضيه الفلسطينيه جيروسلم بوست فين؟ مش موجوده تقريبا تمام. فالناس بيقروا عن فلسطين من مصادر معينه، وفي حاجات الثانيه ما بيقروش منها حاجه خالص. ماشي. السؤال بقى ايه ليه الناس بتقرا وسائل الاعلام دي ما بتقراش الثانيه؟ ماشي. فاحنا رحنا عملناه، معلش انا متاسف على الاطاله واحنا الوقت عدى، بس ايه يعني هحاول اخلص بسرعه عشان الوقت تمام. ان احنا نقدر بقى نشوف الناس دول لما بنجيب التغريدات اكتر تغريدات الناس بتستخدمها اكتر وسوم، بنقدر نعرف الحاجات المواضيع العامه اللي هم بيتكلموا فيها تمام. هنلاقي ان الناس المؤيدين للقضيه الفلسطينيه اكتر حاجه همهم ايه؟ نشر الفضائح بتاعت او نشر العدوان الصهيوني او الاجرام الصهيونيه. ماشي. وبعدها تاني حاجه بعدها ايه؟ انتقاد وسائل الاعلام التانيه. لاحظوا ان ايه مثلا السي ان ان موقفها مع القضيه الفلسطينيه ولا ضد القضيه الفلسطينيه؟ السي ان ان ضد القضيه الفلسطينيه، يعني واخده موقف صهيوني بحت تمام. طيب السي ان ان موقفها عامه ليبرالي ولا محافظ؟
عامة ليبرالي تمام؟ وأغلب الناس اللي هم مؤيدين للقضية الفلسطينيين ليبراليين ولا محافظين؟ ليبراليين. فأنت عندما عندك وسيلة إعلام ليبرالية تمام؟ والناس ماشيين معاها سمنة على العسل، جم في القضية دي إيه؟ وافترقوا تماما. فالناس راحت ماسكاهم وسلخاهم. هوريكم بعض الايه التغريدات في بالصدد ده، زي مثلا ايه التغريده دي. سي ان ان وقت الحدث قالوا للناس اللي هم المراسلين بتوعهم ان هم ما يستخدموش وزاره الصحه الفلسطينيه، يقولوا وزاره صحه حماس تمام. فدي مثلا ايه حاجه من الحاجات. في تغريده في حاجه تانية حصلت في الحدث ده غريب جدا، ان الطقم بتاع سي ان ان اللي في القدس السلطات الصهيونيه قبضت عليه تمام. سي ان ان ما جابتش خبر، ما ذكرتش اصلا ان الطقم بتاعها اتقبض عليه. ماشي. مين بقى اتكلم عليهم؟ وسائل الاعلام الثانيه قالت على فكره الطقم بتاع سي ان ان سي ان ان بعته. ماشي. فالتانيين المغردين راحوا ماسكين سي ان ان وسلخينها، يقول لهم يعني انت ما عندكوش دم، ده الناس بتاعكم اللي اتقبض عليهم. ما فيش يعني الموقف الايه التحريري بتاعهم قوي جدا، صهيوني بحت تمام. والحاجه الثانيه ان الناس كان عندها رغبه في ان هي تعرف ايه اللي بيحصل على الارض، وسائل الاعلام الثانيه ما بتجيبش اخبار، فعشان كده الناس كانت بتلجا للجزيره. والناس وقت ما بيكون في حدث فيه يعني شد وجذب شديد، الناس بتبقى عاوزه وسائل الاعلام فيها بيسموها سنسيشناليزم، فيها نوع من انواع الاثاره تمام. فمثلا في فيديو انتشر جدا ساعتها لطفله كانت بيتها تهد، كان عندها 9 سنين وبتعيط، وميدل ايست اي قعدت عملت 3-4 قصص عليها تمام، اللي هي الحاجات اللي بتخاطب الايه العواطف اكتر. فالناس بتلجا للاخبار المثيره اللي بتستثير العواطف اكتر في الوقت ده ماشي. ولو بصينا على الطرف الثاني هنلاقي ايه العكس، اللي هو برضو الاخبار المثيره، التحزب الشديد والاخبار المثيره، زي مثلا ايه ان الحقوا ده 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 بايدن بتاع ده الدنيا رايحه في 60 داهيه تحت بتاع ده تحت حكمه، وبرضو الرغبه في معرفه المزيد. وجيروسلم بوست كانت بتجيب اخبار حق، مش عاوز اقول كلمه حقيقيه، بس كانت بتجيب اخبار من على الارض، سواء بقى يعني حقيقيه ولا لا، بس ايه كانت بتهتم ان هي بتقص او يعني بتجيب اخبار بحقيقي، مش مجرد بس ايه الحقوا روح ها امين، مفيش الكلام يعني، كانت بتجيب اخبار عاديه ماشي. طيب اخر سؤال بقى، هل يستمر الاستهلاك بعد حدوث بعد الحدث؟ اللي احنا لقيناه ان الاجابه ايه لا ماشي. ادي ده مش فاهم قصدك، ده بالاستمرار بالنسبه للجديد بالنسبه للمثلا حاجات اللي هي الاجنبيه او الحاجات اللي هي المحدوده البتاع ده، بعد ما الحدث بيخلص الناس بتبطل ايه بترجع ريما لعادتها القديمه وترجع تسمع سي ان ان ويبقوا سمن على العسل تاني، وينسوا بقى ايه ان هم كانوا اولاد يعني ناس مش محترمين. ماشي تمام كده. فادي كده ايه ده المثال اللي انا حبيت احطه. في مثال تاني بس هياخد وقت طويل قوي عشان الوقت مش 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 وكمان بره الموضوع شويه تمام. تمام. طبعا صعب قوي ان تكتبوه مو كتير تمام. بس اللي عاوز يعرف بس ايه ان يعني احنا انا بس بديلكوا المحاضره بتحكي حاجات كتير قوي اتعملت على مدار سنين طويله، واللي عاوز يعرف بقى التفاصيل الدقيقه ليه الحاجات اتعمل، زي مثلا البحث اللي كنت يعني اتكلمت عليه في الاول كتير اللي هو موضوع تأييد داعش والتقطير بتاعها والناس بتفكر ازاي وراحت فين وكده، كل التفاصيل موجوده في البحث. اللي مهتم بالجزء اللي هو ليه علاقه بالاليات ازاي انت تعرف اتجاهات المستخدمين، كل التفاصيل موجوده في البحث، وموجوده بدرجه ان انت ايه ممكن تاخد الكلام لو انت عندك يعني خلفيه علميه بتاخد الكلام كريسيبي كده وتطبقها والموضوع ودي طلع النتائج في الاخر ماشي. وادي اخر سويده شريحه، واللي عنده سؤال اكون يعني كل اذان صغير. في نهايه الحلقه احب اشكر كل الناس اللي بتدعم القناه، ولو عجبتكم الحلقه ضروري 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 تعملوا لها شير على فيسبوك وتويتر واتساب وتليجرام، ولو ما عجبتكوش الحلقه برضو اعملوا عليها شير وقولوا هي مش كويسه قد ايه،
وضروري تعملوا سبسكرايب وتفعلوا خاصية الجرس وتشتركوا في قناة التليجرام عشان يوصل لكم كل جديد من القناة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.